مساء الخير، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده من الماتش. البطوله يا اهلي، ده الهتاف اللي كلنا شغالين عليه اليومين دول. الاهلي قدها وقدود، طول عمرنا بنراهن على النادي الاهلي، بنراهن على نجوم النادي الاهلي، والنادي الاهلي دايما بيكون في الموعد المناسب. الثامنة مساء السبت ان شاء الله مباراة الاياب لنهائي دوري رابطة الابطال الافريقية بين الاهلي والترجي التونسي. مباراة الذهاب في رادس انتهت بالتعادل السلبي، وطبعا دي نتيجة بتبقى رخمة شويتين، لان لا قدر الله اي تعادل ايجابي بيكون في صالح المنافس. المنافس ليس بالخصم السهل، ده فريق الترجي اللي صعد على حساب سان داونز الجنوب افريقي، مرعب القارة الافريقية في السنوات الاخيرة. لكن دايما بنراهن على نضج لاعبي النادي الاهلي، على روح لاعبي النادي الاهلي، على تيشيرت النادي الاهلي. دايما النادي الاهلي هو مصدر للفرحة، مصدر للسعادة، ليس فقط لجماهيره بل لكل جماهير الكرة المصرية. الزمالك زي ما قلنا الحمد لله، البطولة اللي استعصت على الأندية المصرية خلال السنوات الأخيرة وهي الكونفدرالية أدركها نادي الزمالك، أمسك بيها وأصبحت الآن في دولاب بطولات نادي الزمالك. وإن شاء الله الأهلي يكمل الفرحة عشان يكون شهر الانتصارات للكرة المصرية، ونحقق أغلى بطولتين في القارة الإفريقية، سواء كان رابطة الأبطال أو الكونفدرالية، والسوبر الإفريقي إن شاء الله يكون مصري خالص. طيب هنتكلم بالتفصيل في مباراة الأهلي، وهيكون معانا أكثر من مداخلة تليفونية، سواء كان من نجوم النادي الأهلي أو من نجوم نادي الترجي، وأيضا من الزملاء النقاد الرياضيين، عشان نقف على آخر أخبار النادي الأهلي. لكن هرجع بيكم شوية لفصول نادي الزمالك. نادي الزمالك حقق الكونفدرالية وفرحة كبيرة جدا جدا عاشتها جماهير نادي الزمالك خلال الأيام الماضية. لكن كعادة نادي الزمالك النهاردة في الدوري العام مش عاوز يكمل الفرحة، واكتفى بالتعادل أمام خصم عنيد هو نادي مودرن فيوتشر لما انتهى اللقاء بينه في الدوري بهدف مقابل هدف. طلعت يوسف نجم كبير جدا، مدير فني قدير، واحد من شيوخ المدربين اللي بنستمتع بيهم في الكرة المصرية. أربع نقاط حققهم الكابتن طلعت يوسف في أول مباراتين له مع نادي مودرن فيوتشر، فوز في المباراة الماضية وتعادل اليوم أمام فريق نادي الزمالك. هنتكلم أيضا بالتفاصيل في الدوري العام. النهاردة معايا أيضا اتنين من نجومنا، من نجوم كرة القدم، سواء في نادي الأهلي أو في نادي الزمالك. كابتن عبد اللطيف الدماني نجم المحلة ونادي الزمالك والمدير الفني السابق لنادي المنصورة والحالي لنادي دمنهور، إلى جانب النجم أيضا كابتن أحمد عادل نجم النادي الأهلي. هنتكلم في كل ما يخص مباريات الدوري، فأيضا في المباريات الإفريقية وفي مباريات دورة الترقي في القسم الثاني ودوري المحترفين. زي ما كلنا عارفين ابتدت دورة الترقي مباراتين بالأمس، حرس الحدود وفوز صعب على فريق أمتعنا بكرة قدم حقيقية وفريق نادي ترسانة بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وفي المباراة الأخرى سبورتنج السكندري يواصل حتى الآن مفاجآته بفوزه على الفريق الجماهيري منتخب السويس بهدف مقابل لا شيء. التحكيم ما له وما عليه، شفنا بالأمس ركلة الجزاء اللي حسبها الحكم رقم واحد في مصر كابتن محمود البنا، وده يسأل عليها مساعد الحكم اللي هو واحد من أفضل المساعدين اللي أنا بستمتع بأدائهم، لكن الخطأ وارد، الخطأ وارد في كرة القدم، وهنتكلم أيضا عن هذا الأمر. عندي حاجات كتيرة جدا النهاردة، منتخبنا القومي والقائمة اللي الكل عمال يتغنى ويقول لك يا كابتن حسام واخد 60 و70، هحكي لكم التفاصيل والموضوع إيه حكايته من أوله حتى نهايته. ده كله هيكون معانا بعد الفاصل. أهلا ببطولة جديدة، أهلا بكأس جديد يضاف إلى دولاب بطولات النادي الأهلي وما أكثرها. لكن تظل بطولة رابطة الأبطال لها مذاق خاص وطعم مختلف عند جماهير النادي الأهلي. وزي ما قلت لحضراتكم ان دايما نجوم النادي الاهلي بيكونوا في الموعد.
عمرهم ما بيخيبوا ظن الجماهير الغفيرة اللي احنا بنشوفها قدامنا على الشاشة، الجماهير الوفية، الجماهير العاشقة لناديها اللي استاد القاهرة زي ما كان في نهائي الكونفدرالية من جماهير نادي الزمالك ممتلئ على آخره، أيضا يوم السبت مش هتلاقي مكان لقدم في استاد القاهرة. تذاكر نفذت فور صدورها، خلاص في 7 دقايق كان الموضوع التذاكر انتهى انتهى. وبالتالي أنا براهن على إن الجمهور بيكون رقم واحد في المعادلة. المباراة سهلة أو لحضرتك لأ؟ مين قال؟ أنت بتلعب نهائي، ومن يصل إلى المباراة النهائية أبدا عمره ما يكون فريق سهل، حتى لو أنت في قمة تألقك لازم تعمل حساب لغريمك وتعمل حساب للمنافس بتاعك على أكبر قدر، لا سيما وانت بتلاعب الترجي التونسي اللي بدأ البطولة بداية الكل ما كانش فيها مستبشر. وانا فترة من الفترات كنت موجود في تونس في مباراة نادي النجم الساحلي والهلال السوداني، كنت موجود مراقب للمباراة. يعني الجماهير في تونس كانت بالمعنى الكرة رمية الفوطة بالنسبة لنادي الترجي، المستوى ما كانش اللي هو، لكن كعادة نادي الترجي بيعرف يلعب على البطولة، بيعرف يصل إلى الأدوار النهائية. في مباراة الدور قبل النهائي اصطدم بمنافس هو الأقوى في القارة الإفريقية بجانب النادي الأهلي، كلنا عارفينه صن داونز الجنوب إفريقي، الفريق اللي بيلعب كرة القدم للإمتاع وليس للبطولات. الفريق ده لو بيركز على البطولة محدش يقف قدامه، لكن هو عادة فريق صن داونز عاوز يمتع نفسه ويمتع جماهيره بكرة القدم البرازيلية. الشاهد ان الترجي وصل الى المباراة النهائية على حساب صن داونز فوز ذهاب وعودة، ذهاب وعودة. عشان كده بقول لحضرتك ان المباراة مش سهلة. ايوه هتلعب على ارضك، هتلعب وسط جماهيرك. الاهلي حقق مبتغاه بتعادل سلبي في مباراة الذهاب في معقل الترجي في استاد رادس، استاد الرعب ايضا زي ما استاد القاهرة بيكون استاد الرعب لاي منافس بيتقابل مع اي فريق مصر او منتخب مصري. وبالتالي ان شاء الله باذن الله ثقتي الكاملة في كولر المدير الفني، ثقتي الكاملة في لاعبي النادي الاهلي، في ان المباراة لازم نكون مركزين فيها من اول ما الحكم يطلق صافرته لغاية ما ينهي الصافرة ان شاء الله بالتتويج. كل دقيقة في المباراة محتاجة روح، محتاجة عزيمة، محتاجة توزيع جهد، محتاجة يعني الذهن يكون حاضر، كل لاعب يكون فايق، واجباته ايه الامور اللي كولر مكلفه بيها، تكلفاته، لازم يكون عندنا يعني ادراك كامل لأهمية المباراة، وعندنا تركيز كامل من اول دقيقة لاخر دقيقة حتى لحظة التتويج. خلوني اخد نجم من نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر، نجم كبير هو الكابتن محمد يوسف اللي حصل على بطولات وهو لاعب وايضا وهو موجود في الجهاز الفني للنادي الاهلي بطولات افريقية. كابتن محمد منورني واهلا بيك ودايما بستمتع بحديثك. اهلا وسهلا يا دكتور، اهلا وسهلا يا دكتور ايه، وحشنا كتير طبعا، ربنا يخليك ودايما منور الشاشه وسعيد ان انا اكون معاك. يعني احنا اللي اسعد دايما، نجمنا الخلوق المحترم، النجم اللي كان نجم داخل مستطيل الاخضر وايضا نجم وهو في عالم التدريب. كابتن محمد، المباراه التعادل السلبي في رادس دي اصعب نتيجه بالنسبه للنادي الاهلي، شايف صعوبه المباراه وازاي نقدر ويقدر كولر اللي هو يفك اي لوغاريتم خاص بهذه المباراه؟ انا متفق معاك طبعا ان النتيجه اللي انتهت عليها مباراه الترجي والاهلي في رادس 0-0 هي نتيجه صعبه جدا، لان انا كنت بتمنى ان النادي الاهلي يحرز هدف في ملعب رادس. ليه؟ لان الهدف اللي في ملعب رادس ده ثمنه غالي جدا، ودايما لما كنا بنلعب بره ملعبنا خصوصا المباراه الاولى النهائيات بتحاول بقدر الامكان ان انت تركز تحرز هدف بره، لان يعني ده بيفرق معاك حتى لو صاحب الملعب اتعادل معاك او كسبك 2-1، دي بتبقى
ليها قيمه كبيره جدا. نتيجه 0-0 نتيجه خطيره جدا، خصوصا مع الترجي، وانا بحذر قبل الماتش ب 48 ساعه، وانا من خلال ما انا معاك النهارده يا دكتور ايهاب ان الـ الترجي كان ليه تجربه في قبل النهائي مع فريق قوي جدا اللي هو فريق سان داونز، فريق كان مرشح من البدايه للوصول للدور النهائي، لكن قدر الترجي ان هو يكسبه ذهاب وعوده 1-0، ودي تديك مؤشر كبير جدا ان الترجي في مباراه يعني مباراتين على ملعبه وفي جنوب افريقيا قدر يخرج بشباكه نظيفه ومع فريق قوي، فريق سان داونز من الفرق اللي تلعب كره هجوميه شرسه جدا وبيلعبوا كره مفتوحه عندهم سرعات عاليه جدا، انما الترجي قدر ان هو يتعامل مع المباراه بشكل مميز جدا ويطلع يعني بدون تلقي اهداف، ودي حاجه لازم النادي الاهلي ياخد باله منها كويس قوي. لان انا بقول وبكرر مباراه يوم السبت في استاد القاهره مش هتبقى مباراه سهله على النادي الاهلي. نتمنى ان شاء الله الاهلي يحصد اللقب، لكن المباراه مش سهله، وكولر عنده شغل كبير جدا مع مجموعه اللعيبه اللي موجوده في حاجات فنيه ونقاط فنيه كتيره يعني. طيب بصفتك واحد من نجوم خط الدفاع في النادي الاهلي وفي المنتخب المصري، النصيحه اللي انت تقدر توجهها دلوقتي لدفاعات النادي الاهلي، وكلنا عارفين ان غياب علي معلول قد يؤثر، لكن موجود كريم فؤاد واعتقد ان هو الاقرب لان يكون بديلا لمعلول، ايه النصيحه اللي انت توجهها لخط دفاع النادي الاهلي؟ لا طبعا الدفاع عليه دور كبير جدا 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 المباراه اللي جايه. اول حاجه طبعا اليقظه الكبير يعني مستوى اليقظه ودرجه الوعي والتركيز لازم تبقى عاليه جدا، لان اولا في حاله هجوم النادي الاهلي وارد جدا بشكل كبير ان الترجي يلجا للكرات المرتده، وبالتالي تمركزات الدفاعيه للنادي الاهلي اثناء الهجوم خاصه بالنادي الاهلي يعني اثناء ما النادي الاهلي بيهاجم والمهاجمين ووسط الملعب المهاجم والتقدم احد الاجناب سواء محمد هاني في الجنب اليمين او كريم فؤاد في الجنب الشمال، لازم التمركزات الدفاعيه يا دكتور تبقى صحيحه بشكل كبير جدا عشان ما تديش فرصه للترجي انه يستخدم احد اسلحته اللي انا بتوقعها بشكل كبير انه هيلجا للكرات المرتده، لانه عارف الاهلي بيلعب، الجمهور اللي على ملعبه، الاهلي برضه عنده رغبه ان هو يحرز هدف في ملعبه عشان يامن فوزه بالكاس، وبالتالي دي نقطه من النقط المهمه هي التمركزات الدفاعيه الصحيحه اثناء الهجوم، دي مهمه جدا مش اثناء الدفاع. طبيعي جدا والنادي الاهلي بيدافع هيبقى كل واحد في مكانه خط الدفاع مركز، وخط الوسط برضو التمركزات الدفاعية بتاعت خط وسط الملعب سواء من إمام عاشور أو مثلا مروان عطية أو أيا كان هنخش أكرم أو قفشة أيا كان الفكر بتاع كولر، لكن دي مهمة. التاني النقطة المهمة التانية التمركزات الدفاعية وخط الدفاع في الكرات الثابتة مهمة جدا. عندك الكرات الركلات الركنيه هم مميزين فيها جدا كمان يا كابتن. طبعا مميزين جدا، الفاولات الجانبيه مهمه جدا، الكورنرز مهمه جدا، كل دي حاجات طبعا عليها دور. التغطيات العكسيه كريم فؤاد برضو من اللعيبه اللي يمكن كولر لجأ لها في حاله اصابه علي معلول لما اتصاب في المباراه الاولى، لان كريم عنده يعني عنده خبرات كبيره جدا، لعب باك رايت وباك ليفت فترات كتيره، وبيلعب كمان اطراف ملعب جناح يعني اجنحه لاعب جوكر زي ما بنقول لاعب جوكر. فاعتقد ان المباراه دي ودي طبعا تعليمات الجهاز الفني طبعا بكاد كولر ان هيبقى واخد تمركزات او يعني تركيز في الحته الدفاعيه بشكل كبير. الماتشات الكبيره دي لازم تدافع كويس ولازم يبقى عندك صلابه دفاعيه قويه ما تديش اي مساحات للخصم يعني. اهم حاجه ان انت ما تستقبلش اهداف، ده اهم شيء، دافع كويس والفوز في اي مرحله هيجي، ده بكل تاكيد. طيب ده مهم جدا لان انا في
بداية مداخلتي قلت لحضرتك انا كنت اتمنى ان احنا نحرز هدف. هدف، الاهلي يحرز هدف في المباراة الاولى، فهم هيجوا يفكروا في الحتة دي. بس وسيلتها ايه؟ وسيلتها انا اعتقد انه ممكن يلجأ ليه ان هو يأمن ويمتص الضغط اللي جماهيري ناتج عن الناتج عن الجماهير، الناتج عن الاهلي بيلعب في ملعبه، الناتج عن الاهلي عنده رغبة انه يسجل ويلجأ للكرات المرتدة يعني. تمام. مين من اللاعبين في نادي الترجي اللي يخوفك؟ لا ده عندهم لعيبة كتير، عندهم لعيبة كتير، وعندهم عندهم دكتور إيهاب عايز أقول تشابه كبير جدا في تشكيلهم مع النادي الأهلي. يعني لو جينا في ثبات حراسة المرمى، في حراسة المرمى عندهم مميش، أنت عارف طبعا معز بن شرفية خلاص. لون الخبرة بتاعهم قاعد بقاله فترة، مميش ما مش هو مصطفى صغير شوبير زي بعض كلين شيت. متشابه متشابه. حارس مرمى مميز، حارس مرمى عنده ثقة، قدر ان هو ياخد مكانه في تشكيل الترجي الاساسي، وفي نفس الوقت كمان مش عايز اقول لك انه ما تلقاش اهداف يمكن في البطوله كلها غير 3 اهداف في الادوار من ادوار الدوري المجموعات، ومرورا بقى قبل النهائي، لان هم طبعا قبل ما يكسبوا سان داونز راح جاي تغلبوا على كان يانج افريكان تقريبا بضربات ترجيح. بضربات اسك ابيجان، اسك اسف ابيجان. سوري اسف اسف اسك ابيجان كانوا تعادلوا معاه 0-0 وصعدوا ضربات الجزاء. فالمهم اللي انا عايز اقوله ان هو من الحراس اللي صعب مميزين. جدا يتلقى. فعندك كمان الاثنين مساكين لعيبه مميزه جدا، سواء ياسين مرياح او طغاي، الاثنين دول مساكين ممتازين وبيعرفوا يغطوا على بعض بشكل كويس جدا، بيجيلوا العاب الهواء بشكل مميز جدا، كمان خطيرين في الكرات الهجوميه، يعني الكرات الثابته سواء الكورنر او الفوات الجانبيه بيطلعوا وبيعملوا خطوره. عندهم طبعا اللاعب المميز جدا اللي في وسط الملعب الشعلاني، وده من اللعيبه بصراحه المميزين جدا اللي هو غيلان الشعلاني. غيلان الشعلاني ده لعيب مميز جدا، واعتقد ان كولر عامل عليه يعني مركز عليه كويس جدا. عندك طبعا في الولد المهاجم البرازيلي اللي هو رودريجيز، البرازيلي اللي بيلعب قدام اللي هو رودريجو رودريجيز ده برضه من المهاجمين المميزين، ويمكن في مباراتهم مع الصفاقسي سوري مع النجم الساحلي في الدوري التونسي الترجي كسب 3-2 واللاعب ده احرز هدف. لا رودريجيز من اللاعبين المميزين جدا جدا من في اللاعبين نادي الترجي. المميزين من اللاعبين المميزين، وعندهم طبعا حسام غشه برضو ده من اللعيبه المميزين. يعني عندهم اكتر من لاعب، انا شايف ان لعيبه عندها شخصيه وعندها يعني خبره انها تلعب نهائي. والترجي متمرس، الترجي كسب قبل كده 18 19، كسب قبل كده بطوله 11، يعني عنده خبرات او عايز اقول ايه شخصيه المباريات النهائيه. اكيد اكيد هي مباراه صعبه، نتمنى التوفيق ان شاء الله طبعا لنادينا. اشكرك شكرا جزيلا كابتن محمد يوسف نجم النادي الاهلي والمنتخب المصري. الى تونس الشقيقه، وزي ما قلت اهلا بالاشقاء التوانسه في بلدهم الثاني مصر. الناس بيحسنوا استقبالنا جدا لما يكونوا موجودين في تونس، ايضا هم موجودين في بلدهم. هي مباراة في كرة القدم، الفائز هنقول له مليون مبروك. احنا بنتمنى طبعا فوز النادي الاهلي بما انه ممثل مصر، وهم طبعا بيتمنوا فوز الترجي بما انه ممثل للكرة التونسية. من هناك الظهير الايسر لنادي الترجي ومنتخب تونس الاسبق طبعا كابتن طارق العبدلي. يا كابتن طارق منور الدنيا واهلا بحضرتك معانا. منور بيكم مرحبا بيك كابتن اياد وكل ضيوف التابعين كابتن احمد عادل وكابتن عبد اللطيف بنان وكل مشاهدين قناه سبا البلد. انا بقول انا فرحان اليوم وانا سعيد اليوم ان يكون معكم ضيف، وبالطبيعه مصر وتونس. انا زرت مصر في الكثير معناها من الاحيان معناها مع المنتخب التونسي والا مع الترجي الرياضي التونسي. بطبيعة اجواء ممتازه بيننا وبين مصر، محبه كبيره. أكيد. ان شاء الله تترجم هدايا ان شاء الله في مقابله نهائي حدث يكون بين الاهلي والترجي.
أكيد بكل تأكيد، ونفس المشاعر بنتبادلها مع بعضنا لما كنا موجودين أيضا في بلدنا الثاني تونس. طيب أروح معاك للمواجهة المرتقبة السبت ما بين الأهلي والترجي بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي هناك في رادس. كيف ترى المشهد في استاد القاهرة يوم السبت القادم؟ بالطبع معناها كمشاهدين ومتابعين للكرة المصرية نعرف اللي الترجي اليوم معناها في نهائي اقوى البطولات الافريقيه مقابله في مصر قدام معناها امام جمهور معناها الاهلي جمهور كبير وطبيعه نحكي بالطبع نحكي على زاد فريق كبير كيف الاهلي المصري. الترجي الاهلي التونسي معناها بطبيعه تعرف الكل اللي تعدى معناها بتصفيات صعبه معناها بترشح مع الحال مفاجأة الدورة اللي هو لاتيكا بيجون وثم معناها سان داونز الفريق معناها الكبير سان داونز الفريق استطاع انه يمر معناها من المقابلتين هذوما باش يقابل في نهائي معناها الاهلي المصري الاهلي الشخصية الاهلي معناها الفريق اللي عنده ثقافة البطولات هذيا والنهائيات هذيا الترجي يقرا الكل معناها كبيرة وصغيرة الاجواء اللي مش اللي في مصر الجمهور الكبير اللي بشحر اللي في النهائي هذايا ترجي زاد متعود معناها على المقابلات هذوما على الاحتكاك معناها بالمقابلات ولا بالفرق الكبيره هذايا سورتو معناها كلاسيكو معناها نقولوا احنا الكره الافريقيه بين الكبيرين الاهلي والترجي بطبيعه ان شاء الله باش نراو مقابله كبيره كثيقه بالفريقين. طيب انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي هل هي يعني افادت نادي الترجي في مباراة الاياب ولا هتكون عامل ضغط على النادي الاهلي لو احرز الترجي هدف من وجهة نظرك؟ بتبيع نرجع شوية بالرجوع معناها شوية للتاريخ النقاء واللي مقابلة 0-0 هي معناها نجم تكون فخ للفريق الضيف كيف الاهلي خاطر تسجيل هدف حطيته في مصر هذيك ينجم يساعد المهمه في الاهلي المصري ونتصور ان الترجي باش يعمل على هدايا معناها انه يحرز هدف يتمال به معناها خاصه انه على المقابله بطبيعه اللي بتكون معناها كبيره بطبيعه ما نتيجه 0-0 بالنسبه للاهلي هو معناها انك تطفي صفحه وتخمم وتفكر في مقابله العوده اللي باش تكون بطبيعه باداء اخر وباش تكون بحيثيات اخرى معناها في نهائي كانه معناها مقابله اخرى في مباراه عوده فيها برشا حسابات فيها بطبيعه عدم تسجيل هدف معناها بالنسبه للاهلي في هذا الهدف الاولاني نتاعو ثم معناها الضغط على الترجي للتسجيل بطبيعه وسجل هدف معناها للترجي بطبيعه باش يحاول انه يسجل للاهلي يساعد المهمه عليه وتكون مقابله اخرى معناها مغايره لمقابله الباهي. طيب شايف ازاي غياب علي معلول عن صفوف النادي الاهلي في مباراه الاياب؟ بالطبع احنا نتمنى الشفاء لعلي معلول اللاعب الكبير اللاعب المنتخب التونسي بطبيعه علي معلول قيمه ثابته في فريق الاهلي علي معلول نحن نقول جور بلاي معناها هو مفتاح لاعب بالنسبه للاهلي علي معلول باش يكون غياب معناها بارز شفتوه وخاصه في على التنشيط الهجومي بالنسبه للفريق الاهلي هذا متصور اللي الترجي معناها باش يخدم عليه باش يتعامل مع غيابه معناها على اساس ايجابي بطبيعه ويكون معناها بطبيعه علي معلول باش يخلي معناها مكان كبير في هجوم الاهلي خاصه الوقت اللي تلعب معناها في مصر بطبيعه كي يقولوا علي معلول يقولوا الكره الثابته يقولوا علي معلول صعود مستمر معناها على الجهه اليسرى والحل اللي يعطيه علي معلول معناها التوزيعات ومعناها العرضيه كيف في الكره الثابته هذا يخلي الترجي بطبيعه ارتاح نوعا ما ولو انه معناها المعوض
نتاع علي معلول، ولو انه ما بنعرفش معناها مقابلات كثيره نقول ستين كيف يمكن على سبعه مقابلات يدور لي هكا ماهوش معناها كومبيتيتيف مش قاعد يلعب برشا. هذا باش يسلم التاري ولو انه دي تاعي ممتاز معناها داير الايسر للاهلي، ولكن انه ما يلعبش برشا معناها مقابلات ينجم ما بالطبيعه يتغلوا الترجي على الاقل معناها في جانب الهجوم. طيب من نجوم النادي الاهلي اللي يخوف الكابتن طارق العبدلي ويقول لازم المدير الفني النادي الترجي يعمل له حساب اثناء المباراه؟ انا في مقابله الذهاب معناها بصراحه الشحات لاعبي ذكي برشا بالنسبه لي انا، كل لاعبي الاهلي هما لاعبين خبره، لاعبين يعرفوا النهائيات متمرسين، يعرفوا معناها يعرفوا المقابلات هذوما متعودين عليهم متعودين بالفرق. انت تعرف المقابلات هذوما هما مقابلات فرق اكثر معناها من الامكانيات بالطبيعه الفرديه اللاعبين. نتصور الاهلي كمجموعه الاهلي هو اللي يخوف، ما فماش معناها اليوم لاعب حد معناها ما فماش بركات، ما فماش من اللاعبين هذوما اللي تعودنا بهم في الاهلي اللي ينجم يعمل فارق ابو تريكه بركات الاهلي كمجموعه. نعم بركات ابو تريكه المجموعه اللي انت عصرتها. ابو تريكه بالضبط من اللاعبين الكبار هذوما متعب اللي احنا معناها تعودنا بهم. اليوم الاهلي مجموعه، اليوم الترجي كيف معناها ما نجموش نقولوا لاعب يعلم اليوم الترجي كيف كمجموعه. اليوم المجموعه هي اللي تسيطر بطبيعه على الفرق، وباش يكون معناها كل لاعب عنده الحل في مقابله نهائي. ما نعرفوش شكون اليوم اللي باش يكون معناها عنده الحل، شكون الهدف اللي باش يتسجل معناها سواء للترجي سواء للاهلي. هذاك اللي باش معناها في الاخر هذاك باش يكون حاسم المربع معناها اغلى البطولات في الكره. طيب كابتن طارق، هل تتوقع ان المباراه تنتهي بفوز احد الفريقين في الوقت الاصل المباراه، ولا ممكن نلجا الى ركلات الترجيح؟ نتصور اللي فما هدف في المباراه، مش يقول لك باش تمشي للضربات الترجيح، ولكن فما الترجي باش يستغل بطبيعه صعود الاهلي فرق المساحات، والاهلي بالضبط مستمر في ارضه قدام جمهوره امام بطبيعه الجمهور نتاعو، باش يحاول انه ينوي المقابله في الشوط الاول، باش يلعبوا مقابله هجوميه، مقابله معناها عكس مقابله الذهاب اللي فيها برشا حساب تتلعب على شوطين، الشوط اللي حسب رايي هو باش يكون في مصر، الجمعيه اللي باش تكون ولا الفريق اللي باش يكون عنده اكثر شخصيه باش تكون معناها باش يصبر اكثر باش يعمل اقل اغلاط بالطبيعه هو باش يكون معناه متوفر. فهو فما هدف سواء للترجي وهذايا بصراحه فهمت باش نتمناه. انت بتتمنى واحنا بنتمنى اكيد اكيد. نورتني وسعدت جدا بهذا اللقاء كابتن طارق العبدلي، طبعا الظهير الايسر لنادي الترجي والمنتخب التونسي. يعني شكرا ورشة كتير كتير، ودايما بكون سعيد بوجودك معنا. شكرا كابتن طارق، شكرا جزيلا. زي ما قال كابتن محمد، ودي نجم النادي الاهلي كابتن محمد يوسف، كابتن طارق العبدلي نجم نادي الترجي، الاهلي هيلعب هجوم والترجي كلنا متاكدين هيلعب على الهجمه المرتده. عشان كده تمركزات المدافع النادي الاهلي لازم 90 دقيقة أكون مركز جدا جدا، عيني على المهاجم، أرحل عيني على المهاجم اللي جاي في حالة هجوم النادي الأهلي مش في حالة الدفاع. في حالة الدفاع زي ما قال كابتن محمد يوسف كله هيبقى مركز، لكن في حالة ما النادي الأهلي في هجمة على نادي الترجي لازم تمركزات خط دفاع النادي الأهلي تكون في كامل اللباقة وفي كامل التركيز، عشان لو قام نادي الترجي باي هجمه مرتده نكون نقدر نوقفها ازاي. نادي الاهلي اتمنى ان يسهل المباراه هدف واتنين، مش كتير على النادي الاهلي، مش كتير، ومش كتير على جماهير النادي الاهلي ولا على لاعبي النادي الاهلي. ان شاء الله احنا على تتويج والاستاد هيكون على اخره. لكن بس عاوز اقول حاجه يعني شيء يذكر بمناسبه
التذاكر، لان انا يعني كم كبير جدا من الاصدقاء كان متعشم. فانا والله ما في دعوه جت للاتحاد المصري لكره القدم الا دعوه رئيس الاتحاد بصفته طبعا الاستاذ جمال علام، ده اللي هيبقى موجود، ده الدعوه الوحيده اللي جت. حتى حاولنا ان احنا نشتري بعض التذاكر من خلال الشركه عشان نقدر يعني نجامل بها بعض الاصدقاء، الناس اللي يعني بتجمعنا بهم علاقات طيبه، لكن للاسف لغايه اللحظه دي والله ما في تذكره واحده قدرنا ان احنا نحصل عليها في الاتحاد المصري لكره القدم. لان طبعا المباراه زي ما حضراتكم عارفين خاصه تنظيمها بالاتحاد الافريقي، وايضا الدعوات بتبقى من خلال الاتحاد الافريقي، فلم نحصل على دعوات ولا حتى قدرنا ان احنا نشتري تذاكر من الشركه بعد ما عملنا خطاب رسمي، لكن للاسف كل المحاولات بقت بالفشل. عموما كل الامنيات الطيبه للنادي الاهلي. الكره المصريه على موعد مع التتويج بعد الفوز بالكونفدراليه، على موعد اخر مع رابطة الأبطال البطولة يا أهلي. أهلا بحضراتكم مرة ثانية. الأهلي زي ما قلت لحضراتكم الاستقبال في تونس بيكون على أفضل ما يكون، عشان كده كابتن الخطيب طلع بنفسه لاستقبال رئيس نادي الترجي في المطار، وكان معاه الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي. دي الكورة اللي بتقرب ما بين الشعوب، اللي بتزيل اي شيء او اي غضاضة بتكون عند اي مسؤول. دي كرة القدم اللي بتجمع، دي الصور، ودايما مصر مضيفة. سمير عدلي الناس كلها موجودة في الصورة كعادة النادي الاهلي دائما. لكن عاوز اقول لحضراتكم الصورة اللي شفناها للأسف الشديد في نهائي الكونفدرالية في مراسم التتويج مش هلاقيها في المباراة القادمة، وما كناش نتمنى نشوفها في نهائي الكونفدرالية. الزمالك ياما خد بطولات وياما رفع كؤوس، الصورة ما كانتش حلوة خالص، اختلط الحابل بالنابل، لا عارفين مين اللي هيتوج، وناس في ارض الملعب ما تعرفهاش جت منين، ما تعرفش ده مين. اختلط الاتحاد الافريقي بالمسؤولين المصريين بالتنظيم المصري، كله اختلط ببعض. ده مصر اللي طول عمرها بتدي الصوره المضيئه على افضل ما يكون في التنظيم. العالم كله بيشهد لنا. اخر بطوله كان 2019 بطوله كاس الامم الافريقيه، شفنا في كاس بنشوف بطولات كرة اليد في السلة، مصر بتقدر تنظم وتدي الصورة الجميلة اللي بتدل على ثقافتنا وعلى حضارتنا وعلى وعينا. لكن الصورة اللي حصلت في التتويج بالكونفدرالية خلت للأسف الشديد الاتحاد الافريقي قافل مين بالاسم، مين اللي يقعد هنا ومين اللي هينزل ومين اللي طالع، وكل الامور في ايده. ليه نوصل نفسنا لحاجة من دي؟ الاتحاد الافريقي متشدد جدا جدا، ويعني يعني في اتصالات انا حاضر فيها في بعض الامور تليفونيا، لا الناس كانت مستاءة قوي من الصورة واللي حصل في الصورة. افرح يا جماعة، ده الزمالك اول نادي يشارك في بطولة كاس عالم لاندية اللي اتلغت في اليابان، لكن كان اول نادي يصعد. ان الصورة تطلع كده لا، ما كنتش اتمناها ابدا. نفرح ونغني ونرقص في المدرجات، لكن في مراسم التتويج كل واحد عارف حدوده. شفنا كمان متسبي هو اللي بيسلم كل الميداليات، لان البروتوكول يقول لك كده، رئيس الاتحاد اللي منظم البطولة الاتحاد القاري يبقى هو اللي بيسلم كل الميداليات. ما اداش بقى الاستاذ جمال علام، ولا ادى للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ولا ادى لاي حد تاني مسؤول، ولا للكابتن حسين لبيب، لا هو اللي بيسلم كل حاجة، عشان بس الناس تبقى عارفة. اتحاد قاري بينظم يبقى هو اللي بيسلم، اتحاد محلي يبقى هو اللي بيسلم رئيسه فقط. فالصورة ان شاء الله هتتغير بكل تأكيد، لكن ادت صعوبات او في البروتوكول والتنظيم، والاتحاد الافريقي استلم كل شيء بقاله كام يوم، وكل يوم بروفا وشوف الدنيا هتمشي ازاي. طيب خلوني اخد ناقدنا الرياضي وصديق العزيز
الاستاذ اسلام محمد على التليفون. استاذ اسلام برحب بيك، منورنا واهلا بحضرتك. يا دكتور مساء الفل عليك، بمس على حضرتك، والحقيقه انا مبسوط جدا بكل كلمه حضرتك قلتها، لان هو ده النبض الحقيقي اللي واصل في الوقت الحالي بعد طبعا يعني مش عايز اقول حاجه، ولكن اللي انا عايز اقوله اللي احنا شفناه في مباراه نهضه بركان والزمالك سيعاني منه جميع الانديه الافريقيه المصريه يا دكتور خلال الفتره اللي جايه، بسبب سوء الحقيقه التنظيم اللي احنا شفناه، بسبب كمان يعني عايز اقول لحضرتك بعض الحاجات المهمه اللي كانت اثناء المباراه قبل المباراه او حتى بعد المباراه. حضرتك قلت نقطه مهمه جدا وقلت كلمه مهمه جدا الحقيقه انا حسيت بيها، هو مين اللي موجود، مين يعني مين ده، مين الناس دي يا دكتور؟ يعني انا عايز اقول لحضرتك يا راجل، ده انا شفت دونجا في فيديوهات بيتصور، الاقي ناس داخله تتصور، مين اللي نزل الناس تحت الملعب؟ مين يا ده؟ يا دكتور واكتر من كده، انا شفت ناس يا دكتور بتجري ورا اللاعبين يا دكتور في ارضيه الملعب يا دكتور. للأسف. لك ان تتخيل يا دكتور ان في ناس قاعده في مقصوره الاعلاميين معانا يا دكتور. يا راجل ده صوره معالي الوزير، الراجل مش عارف يمشي ولا متسب عارف يمشي، هم يعني اما يبقى وزير الشباب والرياضه ورئيس اتحاد افريقيا متسب نازلين، وادي الاستاذ جمال علام مسجود، ايه ده يا جماعه؟ ايه ده؟ لا المنظر ده، المشهد صعب قوي. الموضوع كان في منتهى الصعوبه، واللي كان متواجد كمان خلي بال حضرتك في المباراه هو عارف الكلام اللي انا بقوله ده، سواء قبل المباراه او بعد المباراه يا دكتور. في نقطه بس مهمه لازم حضرتك تتكلم فيها وتلمس عليها، ان في مقصوره الاعلاميين وفي مقصوره الصحفيين يا دكتور بيكون في موجود بعض الناس اللي احنا لا نعلم عنهم اي شيء يا دكتور، احنا ما نعرفهم لا صحفي ولا يا راجل. انا بقول لك ده احنا في مباراه الاهلي بكره ما عرفناش ناخد تذكره واحده. صحيح يا دكتور صحيح. بقول لك يعني طب يا ريت ده اللي نتمنى بقى، ان الدنيا تبقى مظبوطه، مفيش مشكله صحيح. بس الدنيا تبقى مظبوطه. نقطة تانية بس أخيرة في حتة الكاف وحتة الاتحاد الأفريقي، أنا بس عايز أسأل سؤال واحد، هو ليه مؤتمر النادي الأهلي ومؤتمر نادي الترجي ما بين الساعة 12 يا دكتور الظهر الجمعة وبين الساعة 1؟ تخيل أنت إن موعد قاتل في اليوم يوم الجمعة اللي بيكون فيه نفس توقيت صلاة الجمعة. الصلاة في حدود الساعة 1 ل 10 حتى يعني في بدايتها. المؤتمرين يا دكتور ما بين 12 وما بين 1 يا دكتور، يعني مؤتمر الترجي ومؤتمر النادي الاهلي، فعشان كده في قرارات كبيره جدا وقرارات مهمه جدا على الاتحاد الافريقي ان هو يراجع نفسه فيها، بعيد بقى عن القرارات العنجهيه اللي بتطلع من الكاف الحقيقه الفتره الاخيره، سواء بقى في التنظيم او حتى الايديات حتى اللي تم استلامها يا دكتور، حتى اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي اكثر من 80% من الاعلاميين او الصحفيين، والكلام ده على مسؤوليتي انا الشخصيه، لم يتم استلام الاي دي الخاص بمباراه نهائي دوري. اقول لك كلمه، بل بعض الشخصيات المهمه جدا ما استلمتش الايضاءات بتاعتها لغايه دلوقتي، هم متشددين صحيح. بعد اللي حصل صحيح. انا بقول لك احنا كان في اتصالات النهارده مع فيرون ومع اكتر من مسؤول في الاتحاد الافريقي النهارده صحيح. لا الصوره مش كويسه صحيح. طيب تعالى بقى لاخبار النادي الاهلي الدنيا ماشيه ازاي واخر مستجدات، وانت واحد على علم ببواطن الامور داخل النادي الاهلي. ربنا يخليك يا دكتور، خلينا بس نطمن الاول جمهور النادي الاهلي على محمد عبد المنعم وعلى محمد هاني، لان خلي بالك في التوقيت ده الثنائي دول من اهم الثنائي اللي بيعتمد عليهم كولر، خاصه ان عمر كمال عبد الواحد لم يقيد في التايمر الافريقيه، وايضا عندك مشكله في النادي الاهلي في حته قلبي الدفاع، يعني دايما بنشوف ربيعه وعبد المنعم، اوقات بنشوف متولي وعبد المنعم او متولي وربيعه، فالاهلي عنده مشكله في حته قلب الدفاع دي، ولكن من خلال برنامج الملعب ومن خلال حضرتك طبعا حابب اطمن جمهور النادي الاهلي، محمد عبد المنعم ومحمد هاني شعروا ببعض الالام الخفيفه خلال مران الامس في العضله الضامه تحديدا يا دكتور، في العضله الضامه، والحقيقه كولر فضل عدم المجادله بيهم او عدم استكمال المران الحقيقه خلال امبارح، تواجده النهارده بشكل طبيعي ولكن على خفيف كده يا دكتور، بيتم تاهيل الثنائي، واللي انا عايز اكده في الجزئيه دي وفي النقطه دي ان في كلام كبير جدا ان الثنائي قد يلحقوا بالمباراه، مباراة السبت هيتعمل لهم تيست غدا، تيست اخير في المران الختامي اللي هو هيكون غدا الجمعه يا دكتور، قبل طبعا ليله المباراه هيتعمل لهم تيست اخير اذا كانوا هيكونوا موجودين ولا لا، ولكن من خلال المعلومات اللي وصلتني ان بنسبه قد تقترب من 70% ان محمد هاني ومحمد عبد المنعم الثنائي هيكونوا موجودين.
تمام، ده خبر كويس جدا، وان شاء الله تبقى يعني ايه، لان الاثنين من الاعمدة الاساسيه في خط الدفاع، وكفايه علي معلول وان شاء الله كريم فؤاد قدها وجدود. انا بس عايز في حته كده سريعه بس، لان انا لما تواصلت مع احد الشخصيات داخل النادي الاهلي وسالت تحديدا عن اصابه الثنائي في نفس المكان في العضله الضمه، فالاجابه بالنسبه لي بسبب الاجهاد يا دكتور، وبسبب ضغط المباريات، وبسبب كمان عدم الاستشفاء الكامل نظرا لضيق الوقت، فهو ده الرد اللي اترد عليا في الجزئيه دي. عموما ان شاء الله بنتمنى التوفيق. طبعا التشكيل اللي مش هيخرج عنه النادي الاهلي بنسبه كبيره، اشكرك يا سام شكرا جزيلا، هيكون طبعا مصطفى شوبير. ومصطفى شوبير شايف فيه الامل لحراسه المرمى في مصر، مش في النادي الاهلي فقط، في مصر. لما يبقى الشناوي بقدره وبقيمته وبتاريخه موجود يديك امل ويديك اطمئنان، ولما يبقى مصطفى شوبير موجود يديك الامل. فطبعا حراس المرمى الاهلي ان شاء الله باذن الله شوبير يستمر شباكه نظيفه ان شاء الله، لا يستقبل اي اهداف، وباذن الله اداه ودود. عمل كوره في المباراه الاولى ما خدتش حقها، الكوره اللي كانت راسيه دي كانت هدف، لكن عدت على ناس كتير، لكن مصطفى شوبير نمسك الخشب، ربنا يوفقك يا درش، وبكره ان شاء الله يوم السبت تكون يعني بطل زي ما عودتنا دايما يعوف ان شاء الله. هيبقى كريم فؤاد ومحمد هاني على الطرفين، اثنين سرد باكات محمد عبد المنعم ورامي ربيعه، قدامهم مروان عطيه امام عاشور واكرم توفيق على حساب قفشه، لان برضه لازم ياخد المباراه على مراحل، بيرسي تاو وحسين الشحات وسام ابو علي، وان شاء الله النادي الاهلي موفق باذن الله. طبعا الاهلي في مرحله المجموعات في مشواره لعب ست، كانت معاه طبعا مديام الغاني شباب بوليزاد الجزائري ويانج افريكانز التنزاني، لعب ست مباريات، فاز في ثلاثه، تعادل في ثلاثه ولم يخسر، وجمع 12 نقطه. في الدور ربع النهائي لعب قدام سيمبا التنزاني، فاز ذهابا 1-0 وايابا بهدفين مقابل لا شيء. في الدور قبل النهائي طبعا لعب امام مازيمبي الكونغولي، تعادل في الذهاب في الكونغو بدون اهداف، وفاز في الاياب بثلاثه اهداف مقابل لا شيء. في المباراه النهائيه طبعا مباراه الذهاب انتهت بالتعادل السلبي. مباراه الاياب ان شاء الله يكون فيها حمل الكاس. ترجي في المجموعات كان معاه بيترو اتلتيكو الانجولي والهلال السوداني والنجم الساحلي. لعب ست مباريات، فاز في ثلاثه زي الاهلي، تعادل في اثنين وخسر مباراه، وجمع 11 نقطة وتأهل وصيف للمجموعة. في الدور ربع النهائي لعب قدام أسك أبيجان الإيفواري، تعادل ذهابا وإيابا بدون أهداف وتأهل بضربات أو بركلات الترجيح. في الدور نصف النهائي لعب أمام سان داونز الفريق الكبير الجنوب أفريقي، وفاز ذهابا وإيابا، وحط تحتها مليون خط، عشان كده التركيز 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 إن شاء الله. أمان الله مميش حارس مرمى الترجي ومصطفى شوبير اتشبه كتير قوي من بعض. أمان لعب ست مباريات في مرحلة دوري المجموعات، سكن مرمى ثلاث أهداف، لعب في الأدوار الإقصائية خمس مباريات، لم يسكن مرمى أي هدف، حقق الكلين شيت في تسع مباريات متتالية. مصطفى شوبير لعب مع الأهلي ثلاث مباريات في مرحلة دوري المجموعات، لم يسكن مرمى أي هدف، لعب في الأدوار الإقصائية خمس مباريات، لم يسكن مرمى أي هدف، حقق الكلين شيت في ثمان مباريات متتالية. بالتوفيق لدرش إن شاء الله، أداها ودود أوفا شوبير إن شاء الله يكون على موعد مع التتويج. عندي طبعا الهدافين على مر العصور، لكن أمور كلها طبعا حضراتكم على دراية بها خلال هذه الفترة. هاخد برضو بعض الحاجات السريعة عشان عملية الإجهاد عند اللاعبين. المباريات كاس مصر عشان بس يبقى حضراتكم كلكم عندكم علم بيها، هتتلعب دول 32 ولا مش هتتلعب؟ الفريق اللي بيضم بين صفوفه ثلاثة لاعبين دوليين فأكثر هتتأجل مبارياته. يعني الأهلي مع الألومنيوم، الأهلي في أكثر من لاعب هتتأجل المباراة. الزمالك قدام بروكسي في أكثر من لاعب هتتأجل المباراة. بيراميدز هتلاقي أكثر من لاعب تتأجل المباراة. يبقى إذن الفريق اللي ما بين صفوفه ثلاثة لاعبين دوليين فأكثر هتتأجل مباراته في دور ال 32. ده هيخلي إيه؟ يخلي اللاعيبة الدوليين تخلص مبارياتها
عندنا معسكر المنتخب يوم 28 بياخدوا خص من الراحه، يعني مثلا الاهلي هيلعب يوم 25 ياخدوا 3 4 ايام ويبقى موجود مع الكابتن حسام حسن يوم 28، تمام؟ عشان برضه يبقى في راحه، لان مباراه بوركينا فاسو من المباريات المهمه جدا جدا جدا. ارجوكم ركزوا برضه بعد مباراه الاهلي تنتهي نركز في مباراه بوركينا فاسو، انها مباراه يعني اكون او لا اكون تقربك جدا، وبوركينا فاسو كل فرقتها لعيبه محترفه كلهم وفريق عنيد. وبالمناسبه برضو حمله التقطيع اللي شغاله على الكابتن حسام حسن وجهازه وكابتن ابراهيم وكامل الجهاز، بالامس اتسربت قائمه المنتخب الاوليه اللي مش عارف ضمت 57 لعيبه ولا حاجه، وقال لك الاول كابتن ايه، وطلع بعض اللعيبه للاسف الشديد بيسخروا من هذا الامر، واللي ما يعرفش يقول عدس، اللي بره شاطر في الكلام. الامر ببساطه جدا، الاول القايمه دي اتسربت ازاي؟ وايه ان القايمه يكون فيها 57 اللي احنا شايفينها قدامكم قدامنا؟ اما تبقى اتسربت من الاتحاد المصري لكره القدم او من اللجنه الاولمبيه او من وزاره الشباب والرياضه، تمام؟ اما تكون اتسربت من الاتحاد المصري لكرة القدم أو من اللجنة الأولمبية أو من وزارة الشباب والرياضة. ليه أنا قلت الثلاثة دول؟ وليه العدد ده كله موجود؟ ما أنا قلت لكم اللي إحنا عمالين نتكلم، وللأسف في يا سادة حاجة اسمها القرار الوزاري للسفر. يعني إحنا القرار الوزاري اللي بيطلع بتلاقي فيه مجلس إدارة الاتحاد المصري بالكامل موجودين فيه، واللي بيسافر رئيس البعثة وممكن يكون حد معاه، الباقي ما بيسافرش. بس لازم القرار الوزاري يتضمن ده كله عشان لو في أي حالة طارئة يبقى البديل موجود. ده تعب، ده أصيب، ده مش عارف إيه، بقى القرار موجود. وبيترتب على القرار الوزاري اللي أنت بتطلع كمان شهادة التحرك الخاصة بالقوات المسلحة. القائمة هتعلن يوم 26. وكان في مكالمة ما بينه وما بين نجمنا المدير المنتخب كابتن ابراهيم حسن، راجل زعلان وليه حق يزعل، لان انا شايف حاجة ممنهجة ضد التوأم في الفترة الأخيرة بصراحة شديدة جدا. ما ده كله بيحصل مع كم من المنتخبات بس ما كانتش بتعلن. فكونها لا تتسرب، لا يبقى في حاجة. كونها لا تتسرب يبقى في حاجة، والله وانا مستشف مين اللي مسرب، بس ما اقدرش اطلع اقول على الهوا، ما اقدرش يعني اقول. لكن لا، طول عمرها بتحصل كده، المدير الفني بيختار العدد ده كله يطلع بيهم القرار الوزاري مهمات السفر عشان هيدخل المعسكر. ان شاء الله نتمنى السلامه للجميع، لكن حصل حاجه زي ما حصل مع علي معلول مثلا مباراه في الاهلي، كريم فؤاد يبقى استدعيه يبقى موجود، حصل 2 3 4 يبقى موجود بديلهم. ان القرار الوزاري ما ينفعش اطلعه في يوم، او اللي انا اعمل له شهاده التحرك الخاصه بالقوات المسلحه في يوم. فبس عشان اللي عمالين يهروا كتير اهدوا، ده منتخب مصر اللي بلعب اهلي وزمالك واتحاد ومصري واسماعيلي ومحله وكل الفرق عشان خاطر منتخبنا. فخلينا نقفل صفحه الاهلي يوم السبت وتتويج بالبطوله، وكلنا جماهير الاهلي والزمالك والاتحاد والمصري والاسماعيلي والمحله والسويس ودمنهور والترسانه والصعيد بالكامل كله يكون ورا منتخبنا في يوم 6 ان شاء الله في مباراه بوركينا فاسو. فده الامر ببساطه شديده جدا، 57 عشان القرار الوزاري اللي هتلاقي فيه كمان مجلس اداره الاتحاد بالكامل، بس مش كله، ده واحد اللي بيسافر او اتنين بس، لازم يتضمن اي قرار وزاري الامر ده كله. طيب بعد الفصل والاستقبال للضيوف برضو، خلاص انا وضحت لكم موضوع كاس مصر والدنيا هتمشي فيه ازاي. هيكون برضو شكل مسابقات الناشئين، هيكون في اتصال مهم جدا مع كابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، لكن بعد ما استقبل ضيفي الكريمين النجمين الكبار كابتن عبد اللطيف الدوماني المدير الفني السابق للمنصورة والحالي لدمنهور ونجم نادي الزمالك ومنتخب من نادي الاهلي ومنتخب مصر، وكلام في البطولات الإفريقية وفي منتخب مصر وكل ما يتعلق بكرة القدم المصرية ودورة الترقي أيضا، ده كله هيكون بعد الفاصل.
اهلا بحضراتكم مجددا، واسمحوا لي ان ارحب باثنين من نجوم كره القدم في مصر، سواء كان في نادي الزمالك او في النادي الاهلي او في منتخب مصر. واحد كان معروف ان هو واحد من الهدافين اللي كان له باه كبير جدا في شباك المنافسين، لكن الاصابه يعني اللعينه زي ما بنقول. واحد ايضا من الباكات اللي ما عدناش بنشوفها، اللي كان طريقه ياخدك كده للخط المرمى ويدخل بيك على طول زي ما بنتكلم تاني. رحب بالنجم نادي غزل المحله ونادي الزمالك ومنتخب مصر والمدير الفني الحالي لنادي دمنهور كابتن عبد اللطيف الدوماني. منورنا كابتن عبد اللطيف. ازي حضرتك؟ طبعا سعيد بحضرتك طبعا، وبحمد كان وحشني جدا، وبالساده المشاهدين، وان شاء الله تكون حلقه كده خفيفه على الساده المشاهدين ان شاء الله باذن الله. طبعا نجمنا ايضا وصديقي العزيز كابتن احمد عادل، نجم النادي الاهلي والمنتخب المصري وقبلهم النادي الاولمبي السكندري. منور كابتن حبيبي يا دكتور، دايما بسعد بالحلقات اللي مع حضرتك ومع كابتني طبعا حبيب. كابتن عبد اللطيف، يمكن بقالنا فتره كبيره ما تقابلناش، ما فيش احسن من فرصه زي دي نتقابل فيها. انا دايما بجمع الحبايب حبيبي كابتن عبد اللطيف. بقى متخصص كمان في الصعود لحته كده دلوقتي ما شاء الله عليها، يعني بنبارك له طبعا صعود نادي المنصوره لدوري المحترفين، ودلوقتي تميت المهمه مع نادي المنصوره وتوليت كمدير فني نادي دمنهور. بتمنى لك التوفيق مع نادي كبير ونادي شعبي ومجلس اداره على اعلى مستوى طبعا، صديقنا العزيز كابتن وليد بديوي وايضا صلاح العقده وكل المجلس بالكامل. ان شاء الله ربنا يوفقك ان شاء الله دكتور كده. وطبعا كل الشكر طبعا جمهور نادي المنصوره ومجلس ادارته وجهازه الفني والطبي والاداري. حققنا الهدف المطلوب مننا الحمد لله، وده اقل حاجه لنادي المنصوره. نادي المنصوره اسم كبير وحق تعلم قوته وكيانه، فبالتالي انت حضرتك بتميل للانديه الشعبيه طبعا ومن خلال كلامي مع حضرتك، فبالتالي نادي المنصوره ده وضعه الطبيعي اقل من ما يقال عليه. نادي المنصوره نادي كبير يا كابتن يا دكتور. سعدت بكام نادي يا كابتن عبد اللطيف؟ انت بقيت تاريخ دلوقتي في الصعود. انا الحمد لله يعني ست فرق الحمد لله. ست فرق؟ الحمد لله يعني الحمد لله. ان شاء الله السبعه كده باذن الله. نادي دمنهور باذن الله كابتن. ان شاء الله باذن الله دايما موفق دايما يا رب. خليك بعيد انت عن التدريب يا كابتن احمد، مريح دماغك. لا انا واخد السكه الاداريه. الاداريه كان اشتغلت في قصه الانديه الخاصه يعني، فباسس كيانات ما شاء الله انديه خاصه كده في المناطق اللي محتاجه يعني. فدي سكتي، ويمكن خدت تجربه في الاداره مع النادي الاولمبي كمدير للكوره من بعد ما بطلت كده في 2018. يمكن اشتغلت 8 شهور في النادي الاولمبي كمدير للكوره، لكن خدت السكه الاداريه بعد كده يعني. طيب عندي كلام كتير وهتكلم طبعا. مباراه الاهلي ده هيبقى لها بحث طويل جدا، بس عاوز اخلص الاول دوره الترقي اللي ابتدت بالامس او بدات بالامس. شفنا مباراه الترسانه وحرس الحدود، كانت مباراه كبيره جدا جدا، والمباراه الاخرى سبورتنج السكندري اللي بيواصل مفاجاته مع احمد فاروق المدير الفني اللي انا بحترمه جدا جدا، على نادي كبير وشعبيه كبيره جدا بحجم نادي منتخب السويس. 3-2 هنا، 1-0 سبورتنج على فريق نادي منتخب السويس. الدوري اشتعل يعني، والمنافسه مشتعله، ودوري المحترفين كان اكثر اشتعالا، واللي تحته كله كان عنده الامل اللي يوصل لدوره الترقي دي. شايف الدنيا ماشيه ازاي كده؟ هو اولا يا دكتور الدوري المحترفين اثبت نجاحه. خلينا نتكلم بقى في البدايه، دوري لا يقل طبعا عن الدوري الممتاز طبعا، ده طبعا مستوى عالي، وده بعديه حسينا ان يمكن دوري ممتاز مصغر. افرز كل ايجابياته، فرق كبيره جدا، لعيبه كبيره جدا. الدليل على كده كابتن حسام حسن طبعا وجهازه كان في مباراه امس في دوري المحترفين، فده يدل على قوه دوري المحترفين. انا شايف مباراه امس حسنا ان هي دوري ممتاز. حرس الحدود ونادي الترسانه هو بالطبع فرقتين دوري ممتاز يعني، الاثنين دوري ممتاز. سرعه المباراه وقوه المباراه حسنا ان دي مباراه في الدوري الممتاز يعني. طبعا فاز من يستحق طبعا، نادي الترسانه برضو قدم مباراه كبيره جدا جدا على المستوى الفني الحقيقه يعني. النقطة الفاصلة في المباراة طبعا ضربة الجزاء اللي كانت موجودة دي. فيمكن الحمد لله المباراة ده بفوز. انا عاوز برضو يعني برضو الشيء بالشيء طبعا. كابتن محمود بينا رقم واحد في مصر. زاوية الرؤية بالنسبة له في ركلة الجزاء بتبقى صعبة شوية. المساعد محمد محمود لطفي ده واحد من الناس اللي بتمتعك، مميز جدا والله. انا يعني سبحان الله يا دكتور جت مع افضل يعني طقم ممكن تشتغل معاه في الدوري. تمام. فيعني ايه وارد وغير مصدر بالمره. اخطاء وارده وارده وغير متعمده بالمره.
لا هي قصه كمان يا دكتور ان الحرس كسب فبالتالي ما اثرتش على نتيجه المباراه ودي كانت في كوره جت بعدها للترسانه ومن حظ في العارضه ومن على خط ده حقيقه ده بتحصل ان ده خطا كان موجود ولكن المباراه كانت سريعه لما تقول خمس اهداف في اول مباراه في الجو طبعا الجو كان حر جدا فبالتالي دي يدل ان والله احنا اتكلمنا البارح والمباراه شغاله كان معايا كان عندنا اجتماع مجلس اداره فكان سياده اللوائح المشهور موجود والحاج محمد ابو الوفا وكان ساعتها الحاج عامر فاتكلمنا كان يعني ايه خلاص بعد ما خلصنا الجلسه قلت لهم لازم الفار يكون موجود ويعني وافقنا ده اللي اتكلمنا فيه واتكلمنا كمان حضرتك. ان احنا يا حاج عامر طالما الملاعب كده نلعبها كمسابقات نلعبها مساء فقال مفيش مشكله يعني في حاجات ممكن نغيرها الفتره دي ان شاء الله فعلا ودي حاجه مصارحه مع الجماهير تحسب لمجلس اداره الاتحاد مش عيب لما الاقي حاجه طبعا. سلبيه مغيرها طبعا ده اللي بنشد بيه دايما التطوير في اداء الكوره يمكن حته التصوير حته النقل المباشر للبطوله زائد ان حضرتك بتقول برضه حته ان الفار لازم يبقى موجود دي حاجه ايجابيه وهتساعد الحكام ان هي ان المباراه تطلع باحسن صوره وتطبيق الفير بلاي يعني. هو برضه الناس يعني ان مباراه الفار بتكلفك في حدود ايه؟ 3000 ونص يورو او حاجه بس يعني بس لازم ماتشات بطوله يا دكتور ولا ماتش عادي مفيش ازمه لكن دي بطوله تعب تعب موسم كامل فبالتالي ممكن تتظلم فرقه يعني ضربه زي دي البلد مظبوط لو ماتش فاصل يا دكتور واتحسب فيمكن الفرقه كافحت والفرق صرفت كتير فبالتالي حقهم ان يكون في فار فمباراه بس فاصله مش اكتر يعني. طيب شايف بقيه المباراه طبعا البارح المباراه القادمه هتلاقي منتخب السويس مع ترسانه اكون او لا اكون اي نقطه هتضيع من اي فريق معناها ان انت ايه بتقول شكرا. انا شايف يعني في نغمه برضو يعني اعتقد منتشره اللي هو خلاص الحرس صعد. طبعا كره القدم ملهاش معايير وملهاش مقياس طبعا ولسه خمس مباريات ب 15 بونت فاعتقد لم يحسم الصعود غير في اخر جوله او اخر جولتين فكل الفرق عندها نفس الاحتمالات اللي هي تصعد فيمكن احنا لو قلنا الحرس صعد طب ليه بقى نكمل الماتشات اللي جايه يعني كل فرقه نادي منتخب السويس امبارح منتخب كبير ومجهز فني محترم ولكن الطرد المبكر خلينا نتكلم في دي برضو لان ممكن كتير انت شفت المباراه طرد ولا لا يستحق تستحق يستحق انا قلت كده يعني يستحق. في ناس يعني اللي كانوا في الاستوديو التحليلي يا جماعه انا شفتها بصراحه كانت تهور لا يستحق منتخب السويس فرقه تقيله قوي تقيله قوي ومن الفرق اللي انا براهن عليها بصراحه والترسانه بالامس يا كابتن احمد عمل ماتش كبير قدام الحرس وكان ممكن تضاعف النتيجه في اي وقت من الاوقات يعني ضيعت فعلا فريق ترسانه الاخطاء اثرت عليه يعني الاخطاء الفرديه أيوة من بعض اللعيبه اخطاء الفرديه مش هنقول خطا جماعي او اللعيبه ما كانتش في حاله تنظيميه جيده لكن الاخطاء الفرديه هي اللي اثرت على نتيجه المباراه وعشان كده بنتمنى ان فريق ترسانه المباريات اللي جايه طول ما انت هتشتغل على اللعيبه في حته الاخطاء الفرديه دي ادائك هيبقى افضل نتائجك هتبقى افضل. خلينا نشيد بس بكابتن احمد فاروق مدير فني نادي سبورت بصراحه انا مبسوط بيه له حقه يا كابتن لان راجل مكافح راجل امكانياته الماديه مش اعلى حاجه عشان بس راجل يا كابتن اول مجموعته على حساب فريق عرق زي الاولمبي مثلا ودمنهور وكان معنا في المنصوره احنا ممكن كنا افضل ولكن هو برده كسب بضربات جزاء راجل بيلعب على قد امكانياته راجل متواضع راجل لازم ياخد حقه يا كابتن كلنا باصين له عارف ياخد لاعبك في مباراه المنصوره كانت اخطر مظبوط ولكن هو عاوز يوصل ركلات الترجيح في المباراه مظبوط يا كابتن هو واقعي جدا وبيعمل بواقعيه فلازم نديله حق كابتن من خلال برنامجك طبعا لان كله بيتكلم مع المنصوره وحرس الحدود وترسانه وسايبين حد لا بصراحه يتصدر برضه البطوله مع الحرس فلازم ياخد حقه من خلال برنامجك المحترم طبعا الجون اللي جه برضه يعني حارس مرمى السويس بالامس كوكو كان لازم يتعامل مع الكره افضل من كده بس هو حارس مخضرم خد بالك برضه ما انا عارف ده كوكو واحد من الحراس الكبار يعني هي عشان من بعيد ملعوبه بضربه الراس من بعيد لكن فعلا زي ما بيقول الكابتن عبد اللطيف يعني يحسب لكابتن احمد فاروق قدامنا يحسب لكابتن احمد فاروق بالجهاز الفني الكامل اللي معاه في ظل الامكانيات مش هنقول اللي هي احسن حاجه في ظل ان لو عمل اعجاز بصراحه طبعا جداً. مع الفرقه الثانيه لكن مدرب بيلعب على قد امكانيات اللعيبه اللي موجوده معاه ما بيحاولش في بعض المباريات يمكن متابع جيد لفريق سبورتنج ما بيحاولش ان هو دايما يلعب بصفه هجوميه لكن بيلعب بيقفل بشكل مزبوط. كويس بيلعب على كونتر اتاك كويس عنده بعض اللعيبه المميزين اللي هو بيقدر يستغلهم بشكل كويس فده ان يدل ان الراجل بيلعب على قد امكانيات الفرقه ونتائجه كويسه اكيد لو المنصوره كانت موجوده في الدوره الرباعيه كان الوضع يختلف جماهيريا كمان جماهيريا كانت بامانه يعني الجمهور لا يقبل غير المكسب وجهه نظر ان احنا يمكن ماتش سبورت كنا افضل وكنا الاقرب للمكسب ولكن طبعا حضرتك عارف بقى الكوره وضربات الجزاء مالهاش كبير
لكن نادي المنصوره كنت هيتساوى مع الفرق كلها الموجوده، بل نادي المنصوره كان يتفوق جماهيريا وتاريخيا بحاجات كتيره جدا، وكان مباراه يعني الناس كان نادي المنصوره كان يقدر يتعامل في المواقف دي. يعني في ممكن تبقى انت مش افضل حاجه في مجموعتك، ولكن ماتشات مصريه ممكن دوري الترقي بيبان هنا شخصيه الفرقه، شخصيه الفرقه اللي هي بتاع البطوله، شخصيه الفرقه اللي هي لعبه طول في الدوري الممتاز. لكن طبعا نصيب، وعايز اقول حاجه، يمكن بالنسبه لنا الحمد لله يعني صعود المحترفين كان برضو كان اهدافنا، وان كان طبعا كنا بنامل الدوري الممتاز، ولكن رضت ربنا فوق كل شيء. يعني انت برضو معاك مجلس اداره كان محترم طبعًا جدا طبعًا، حميد محمد بسيون ومجلس اداره محمد رزق والمجلس بالكامل. يعني الناس بتلومهم، الناس هبطوا في سنه صعدوا في نفس السنه على طول، وكانوا قاب قوسين او ادنى في التواجد في الدوري الرباعيه، والمنصوره بجماهيرها بادارتها بلاعبيها ان شاء الله قادرين على العوده. لا انا شكرت الجمهور، كان بالحقيقه رقم واحد بالنسبه لنا كدكتور. كان معانا قبل ما يكون جوه الملعب في اي اخفاق في تعادلات، كان بيدعم الفرقه بشكل كويس قوي. مجلس اداره محترم وكلام طبعا على ده شكرك دي. لجماهير المنصوره انت بتاع طبعا يعني ده اقل حاجه طبعا لنادي المنصوره ومجلس ادارته وجهازه ولاعيبته. يمكن من مجالس الاداره المحترمه الحقيقه دكتور اللي هم كان عندهم التزام في كل شيء، كان داعم كبير جدا للفرقه. الحمد لله ده الموقع الرسمي لنادي المنصوره، رد عليك برضو شكرا. الحمد لله يعني الحمد لله الهدف المطلوب اتحقق الحمد لله، وكنا نامل الحقيقه يعني دوري ممتاز، ولكن يعني ان شاء الله السنه الجايه هم يصعدوا دوري ممتاز. الفرق كلها بتجري وراك دلوقتي خلاص. اللي عاوز يصعد اللي عاوز يصعد يعني على طول. فعلى طول الاولمبي الموضوع كبير. طيب قبل ما اخد الاولمبي خليني اخد صديقي العزيز واخويا طبعا الغالي جدا سياده العميد محمد بسيوني رئيس نادي المنصوره. هبارك لك سياده العميد على صعود المحترفين، وعاوز ابارك لك السنه الجايه ان شاء الله والمنصوره على ايدك صعد للدوري الممتاز ان شاء الله باذن الله. ربنا الاول، متشكر يا دكتور هاب، ودايما يا رب اخ غالي وصديق عزيز وكتر خيرك. عايز ارحب الاول باحمد عادل وكابتن احمد عادل كابتن النادي الاهلي حبيبي، عشان اللي جنبه ده سند وعزوه وحاجه جميله وعيش وملح. طبعا موضوع تاني دماني انا وهو عاملين زي القط والفار كده، بنحب دايما نقعد في المناقشات. عايز اقول لك ان هو بيتسرب وسطنا. بيتسرب وسطنا كده. بيتسرب وسطنا بيبقى شريكنا. ما ينفعش تتعامل لما الدومان يخش نادي، ما ينفعش تعامله مدير فني. مظبوط. لازم تعامله شريك، لازم تعامله اخ. جميل. لا 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 لا، لازم تعامله سند. عايز اقول لك ان له مواقف معانا كوميديه، لما يكون عندنا ازمه ولا حاجه في المعسكر هو بيحلها بشؤون الاخرى. يعني بتلاقيه له اتصالاته كده يقول خلاص انا خلصت، انا حليت، انا عملت حاجه. وده عجبان الروح الجميله يعني. لا 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 لا، حققته هدف. لا لا، الدوماني كان سهل الممتنع. الدوماني لما كنت تيجي تتعامل معاه كان بيبقى مثلا خارج عاملين حسابنا نكسب الماتشات، نخرج بنقطه، انت بعد ما تقعد معاه ثلاث دقائق تحس ان انت عايز تصلي ركعتين شكر ان انت خدت النقطه. الوحيد اللي هو عنده اليقين ان احنا هنصعد. يعني احنا ممكن يجي لنا شلل وضغط وسكر، بس هو تبص في وشه تعرف احنا صعدنا خلاص. هو عنده ثقه. واحد انا بشكر حضرتك الاول، بشكر حضرتك طبعا ان احنا هنصعد. هو الدوماني انا بشكر حضرتك طبعا على الموسم الجميل ده. لا لا استنى لسه هنتخانق. ماشي ماشي، متخانق هنا بعد الهوا بقى. انا بقول الايجابيات، قول. لا 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 لا، الدوماني عايز اقول لحضرتك حاجه بامانه، قال لا مشكله، قال لا تصعيد، قال لا موضوع. ممكن نتدلع عليه، ممكن نتدلع على الناس. علاقته بالناس علاقه قويه جدا، هو قادر يتسرب وسطنا بشكل قوي جدا. انا ذاتني شرف اخ، وعايز اقول لك ان ده اتجاه عام. انا سالكه لو حضرتك فاكر، ياسر لسه قافل معايا عاوز حاجه مني، ياسر الكناني. والله العظيم ياسر الكناني مرجع لعيب رايح السويس عشان انا قلت له في شهر واحد انا عايزه. احمد ساري واحنا بنبيع الطامي للاتحاد، يا احمد يا ساري خلصت لنا الصفقه مع الحاج مصلحي، هوب لقيته مخلصها مع مصلحي. نفس القصه، عمق العلاقه اللي بتجمعك وعيشه ملحه عندنا. صح، ده هيفضل سند واخ نادي المنصوره. وبعدين ده نادي المنصوره بكيان الكبير اللي قدم لمصر على مر العصور حدث ولا حرج يا محمد بيه. عايز اقول لنا لما
لما الكابتن وليد البدوين بيكلمني عن الدوماني قلت له انت واخده مدير فني ولا شريكك؟ واخد بالك؟ قال لي لا واخده مدير فني. قلت له لا مش هينفع، خده شريكك هتنجح. اقول لك سر على الهوا، وانا انا مسافر الكونجرس بتاع الاتحاد الدولي، كان يوم كان يوم الاثنين، فوانا ماشي على الطريق الاقليمي على اول الاقليم، فلقيت صديقي العزيز الكابتن استاذ وليد بديو بيكلمني فبيسالني، يعني انت عارف عمق العلاقه اللي بتجمعني بيك كل اللي طبعًا. يعني ربنا يديمها على طول. فقال لي كذا، قلت له تسمع كلامي؟ قلت له في خد واحد من اثنين، ورشحت له اثنين منهم كابتن عبد اللطيف الدمار. قلت له انا مسافر لكن انت عاوز تصعد خد واحد من الاثنين. فعلى ما سافرت ثاني يوم لقيته جايب الكابتن الدمار. عايزك تثبت بقى الكلام الحلو ده بقى. وعايز اقول لك قدام، بقول لك ايه يا ست العميد، اثبت اثبت على الكلام ده بقى، اثبت على الكلام الحلو ده. ما تخشش في التاني. ايوه لا 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 ما عنديش غيره والله يا حدوماني. انا والله حدوماني ما عندي غيره ان شاء الله. الاول انا بدعيك طبعا تكون ضيفنا الاسبوع اللي جاي، لان احنا عاوزين برضو نتكلم عن المنصوره وازاي المنصوره يرجع للدوري الممتاز ان شاء الله على ايديك، وزي ما عملت طفره في النادي الاجتماعي نعمل كمان ان شاء الله الطفره الكبيره بعوده المنصوره لمكانه الطبيعي ان شاء الله. ربنا يخليك، شكرا. انا بشكر حضرتك وبشكر مجلس الاداره كلها، فرح 8 مليون واحنا مهما عملنا مش هنعرف نديله حق. ربنا يخليك. انا بشكر حضرتك طبعا، بشكر مجلس الاداره المحترم كله بالكامل. شكرا شكرا محمد بيه، شكرا العميد محمد بسوني رئيس نادي المنصوره. دي العلاقات اللي احنا عاوزينها اللي تكون ما بين الجميع. دي دايما يا دكتور دي اللي بتوصل للنجاح، دي دايما اللي بتوصل للنجاح، ان انتوا الجهاز بمجلس الاداره باللعيبه دي مركب واحده، المصلحه واحده، ولما بيبقى ناجح زي مدرب زي الكابتن عبد اللطيف ان هو يعمل الحاله دي داخل النادي اكيد هتلاقي نجاح، وده اللي بندي بيه مثل دايما اللي انت ازاي بيبقى عندك مقاومات بطوله، ازاي بتعمل اوضه لبس تقدر ان هي تنافس، الحب اللي بيبقى موجود، حرص اللعيبه ان هي تقدر تعمل حاجه للجهاز وللنادي. واكيد الكابتن عبد اللطيف مش سهل او على اي مدير فني ان هو يتولى مسؤوليه نادي جماهيري، لان الضغط بيبقى كمان نادي جماهيري زي طنطا. مظبوط، طنطا كانت نزلت الحمد لله للدوري الممتاز الثانيه للثالثه. مظبوط، وانا فاكر برضو المكالمه اللي دارت بينه وبينه، ف برضه الاستاذ فايز عليبي وربنا يديله الصحه طبعا، قيمه كبيره جدا طبعا، نتمنى له طبعا الصحه والعافيه دايما، واحد من رموزنا اللي بنعتز بها جدا طبعًا. فنجح مع طنطا وقبلها بكام اسبوع كان في مصر. حضرتك 13 مباراه توالي مكسب، خلص على طول الدنيا بدري، في ثقه فعلا. انا دكتور يمكن في مديرين فنيين بتقلق تمسك الفرق الجماهيريه، ده نقطه مهمه يا دكتور. فدي جرأه من مدير فني عنده ثقه في نفسه وعنده ثقه في قدراته ان هو يقدر يعمل حاجه كويسه، عنده ثقه ان الدعم الجماهيري ده ممكن يقلب عليه في فتره من الفترات، لكن دي جرأه من مدير فني مش عشان قاعد مع كابتن عبد اللطيف على مدار 6 أو 7 سنين بيتالق في البوزيشن ده، وهو انا بقول ان هو مكانه اكبر من كده بكتير جدا، لكن انا عارف كابتن عبد اللطيف ان هو بيفكر ستيب باي ستيب خطوه بخطوه، ودي حاجه تحسب له ان هو يتولى قياده فريق كبير زي فريق المنصوره، وبتمنى له التوفيق طبعا مع فريق دمنهور ان شاء الله. طيب قبل بقى ما ننتقل ايضا لل المعترك الافريقي المهم جدا جدا، سالتك عن النادي الاولمبي. الاولمبي يمكن على مدار سنين كتير جدا التخطيط للصعود ما كانش افضل حاجه، نتكلم على اخر نسخه واخر سنه، هي كانت البدايات برضو في حته تكوين الفرقه. يمكن انا بشوف ان الكابتن احمد سمير عمل انجاز كبير جدا 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 بعد توليه المسؤوليه، ولا مدرب واعد جدا، مدرب كبير خلاص، هم المجلس الاداره يمكن ساب له بنسبه اكبر كده ان هو يقدر يتصرف في الفرقه بشكل كامل. في بعض اللعيبه رحلت عن الفرقه، اعتمد على بعض اللعيبه من الناشئين بالمجموعه اللي كانت موجوده، حصر شغله على مجموعه معينه، عشان كده عمل انجاز كبير جدا، كان وضع الاولمبي تاسع وان هو يوصل ان هو لحد اخر مباراه بينافس مع سبورتنج، فده يحسب للكابتن احمد سمير، واتمنى ان الابقاء على كابتن احمد سمير ان هو يشتغل من الموسم اللي جاي. كابتن طارق يعني اكيد هيبقى عليه خلينا نشوف انفو كده عن الفرق اللي صعدت لدورة الترقية للدوري الممتاز، وارجع اكمل مع ضيفي الكريم.
كابتن اشرف ريان بيقول منورين يا كباتن وسعيد جدا بالحلقه. طبعا كابتن اشرف واحد من النجوم في عالم التدريب. صديقنا وزميلنا العزيز كريم عفيف منورين الدنيا كلها. كابتن دوماني ان شاء الله عوده دمنهور على ايدك بامر الله. كابتن عادل مدير كره شاطر ومره ثانيه منورين الدنيا كلها. اشكرك يا كيمو وشكرا جزيلا. امين عبد العظيم طبعا معلقنا وزميلنا العزيز منورين الدنيا ومستمتع باللقاء. طيب قبل ما ادخل على المعترك الافريقي عندي برضو يعني حاجه لازم اوضحها في النسبه لمسابقات الناشئين، لان انا دايما بقول لو عاوز تبني صح في الكره لازم تبدا من قطاعات الناشئين، الاهتمام بمسابقاتها، الاهتمام بملاعبها. وبصراحه الاتحاد المصري لكره القدم كسب مدير فني للاتحاد كبير جدا ومهم جدا، واحد من علامات كره القدم سواء كان لاعب او سواء كان مدرب، وايضا لما تولى الاداره الفنيه لقطاعات الناشئين سواء كان في المقاولين العرب او في زد، وحاليا المدير الفني للاتحاد المصري لكره القدم النجم الكبير والصديق العزيز كابتن علاء نبيل. يا كابتن علاء مساء الفل منورنا واهلا بحضرتك. اهلا يا دكتور ايهاب، ازي حضرتك؟ وبمسي على الكابتن عبد اللطيف الدوماني وكابتن احمد عادل. اهلا بحضرتك يا كابتن، الله يخليك يا كابتن. ويعني سمعت من المقدمه بتاعتك وانت بتقدم كابتن عبد اللطيف تقول هداف طراز. لا لا فعلا كان هداف كبير. ربنا يخليك يا كابتن علي. بس خدوا الدوره ايه ولا ما خدوهاش يا كابتن؟ خدوا الدوره ولا ما خدوهاش؟ شكرا يا كابتن، ربنا يخليك دايما موفق دايما يا كابتن ان شاء الله. كابتن عجبني اللي هو واخد خط، عارف هو بيعمل ايه، ولعلمك المهمات اللي بيبقى معاه بتبقى صعبه جدا، اصعب كتير من لما يطلع فوق ويبقى الدوري الممتاز. هو واخد شغل شاق جدا جدا جدا، بتمنى له التوفيق وان شاء الله نشوفه في احسن الاماكن. شكرا يا كابتن علاء، موفق دايما يا كابتن كده ان شاء الله. كابتن احمد عادل الخط الإداري الجميل، لكن أنا كنت بتشرف وبسعد بلقائه دايما، هو بيجي دايما ورا ابنه بيتفرج على ابنه وبشوفه بقى واقف في الشادي مع كل كورة لابنه يرفع ايده ويشوط الكورة. بيلعب في زد ولا بيلعب فينا؟ كان في زد. بيلعب في زد. يا كابتن مصر احنا افتقدناه بصراحة، يعني افتقدنا حضرتك، لكن طبعا حضرتك أنت أكيد في مهمة قومية تبع أكيد، فهي مسؤولية كبيرة على عاتق حضرتك، لكن وحشنا جدا ودايما كده لما بنشوف حضرتك في احسن حال بنسعد بيك طبعا. شكرا كابتن علاء طبعا، وسعداء بحضرتك كابتن علاء وسعداء بيك جدا، وطبعا حاجه يعني شرفنا وجودك يا كابتن معانا في المداخله دي. شايف عندك 25 واحد في الدوره ايه دلوقتي معاك طبعا ومع كابتن الدكتور جمال الله يكرمك. شايف كابتن محمد صلاح ونجوم كبار موجودين في الدوره، بتمنى لك التوفيق. طيب كابتن علاء يعني مهمه حضرتك قدها وقدود زي ما بقول، ومكسب كبير جدا وجود حضرتك على راس اللجنه الفنيه كمدير فني للاتحاد المصري لكره القدم، ومعاك طبعا كابتن محمد يوسف نجم ايضا كبير، وكان الله في العون. القول الفصل في مسابقات الناشئين الموسم القادم يا كابتن علاء. ان شاء الله يا كابتن دكتور ايهاب ان هنبتدي مسابقات الجمهوريه مواليد 2005 2007 2008 2009 2010. تمام. دي مسابقات الجمهورية. يعني 2003 خلاص. لا خلاص 2003 صح. خلاص. ليك تمام. 2005 بداية المسابقات هي 2005. 2006 هتلعب منطقة. زي 2011، لأن 2011 هناك في تغيير في هما بيلعبوا من 18 ل 18، ففي اختلاف في الملعب الكبير، فبنخليهم بطولة منطقة على أساس بنعدهم للسنة الجاية إن شاء الله تبقى بطولة الجمهورية. تمام تمام. مهرجانات البراعم هتبدأ من 2013. من تاني عشان الصوت قطع، من كام يا فندم مهرجانات البراعم؟ من 2012 2013 تمام 12 13 2014 2015 2016 تمام. يبقى دي براعم. تمام جدا. مهرجانات. تفاصيل بقى المسابقه واعداد القيد والنظام اللي هيحصل في المسابقات والحاجات دي كلها دي هنخليها بعدين، هي ما هي موجوده واتفق عليها وخدت قرار بيها مجلس الاداره امبارح، لكن هنعمل برزنتيشن كبير ونقول المضمون كله واللوائح بتاعه المسابقات كلها. هنقدر نقف قدام الاستثمار اللي ضيع الهيبه؟ طبعا طبعا. عامل نظام اللي انا احد نسبه كبيره جدا جدا من موضوع الاستثمار اللي يعني شايف اللي هو كارثه للكره المصريه. تمام. وبرضو اللي هي برضو حاطط حاجات بالنسبه للعيبه اللي هي بتبقى اعمارها غير مظبوطه، حاطط قوانين وحاطط جزاءات غير طبيعيه وحاطط شروط.
يعني بنحاول ان احنا نعمل حاجه لبلدنا. ده بالنسبه للمهرجانات. يعني عايز اقول حاجه ثانيه، ان احنا من المفترض ان الدوري هيخلص 15/8 ان شاء الله، هنفتح السيستم من يوم 16/8 للقيد للناشئين. للناشئين تمام لمده اسبوعين، ونبتدي على طول المسابقات اللي هي 2005 و7 و8 و9 و10 وبعد كده نفتح السيستم ليه لاعبي البراعم والاكاديميات. تمام، وعاملين دوري اكاديميات على مستوى عالي جدا السنه دي، احنا عايزين اكبر عدد ممكن من اللعيبه تلعب. تمام. طيب بالنسبه للاكاديميات يا كابتن، يعني كل نادي، ما انا شايف اكاديميات كتيره جدا منتشره لا تنتمي الانديه، كل واحد بيعمله اكاديميه، لازم الاكاديميه تكون مسجله في الاتحاد وتبقى تبع نادي ولا لا؟ طبعا اي اكاديميه هتخش الدوري تكون مسجله في الاتحاد وبتطلع له كارنيه من الاتحاد وبتلعب دوري، واي نادي عنده كميه من الاكاديميات بتعمل فرق ان شاء الله فرقتين ثلاثه بس بعدد معين، بحيث ان احنا عايزين كل اللعيبه تلعب. تمام. كل اللعيبه تلعب في المباريات. في دي كل دي في اللوائح هتتعرض، لكن انا عشان بس يبقى المدربين والانديه عارفه اللي احنا المسابقات اللي هتتلعب ايه، الدوري هيبدا امتى، وده كان يهمني اللي احنا من قبل ما شهر 5 يخلص يبقى كل الانديه عارفه راسها من رجلها ايه، هيعملوا ايه، هيشتغلوا ازاي، اختباراتها ايه، مسابقات ايه، عشان الانديه تبقى عامله حسابها ما نفاجئهمش حاجه ما كناش عاملين حسابها يعني. تمام، واحنا بنتمنى اتفضل. بالنسبه للناشئين والبراعم طبعا، بالنسبه لان الاهتمام طبعا مش باللاعبين بس، الاهتمام بالمدربين. انا ان شاء الله بنسبه 90% واخد كونفيرم على ثلاث دورات للايه لغايه اخر السنه، اربع دورات للرخصه سي واربع دورات للرخصه بي. اربع دورات بي. احنا دلوقتي شغالين في دوره ايه؟ الثانيه هتبقى امتى؟ في شهر 7. في شهر 7 على طول ان شاء الله. على خير يا كابتن. على خير. والثالثه تبقى في شهر 9، وعايز اعمل 4 سي وعايز 4 بي. انا كل هدفي ان احنا نطور من المدربين وياخدوا الرخص، لان بعد كده يعني هيبقى في شروط في اللي يمسك حتى الاكاديميه يبقى معاه رخصه، فبنحاول نعمل اكبر عدد ممكن من الدورات على اساس ناهل المدربين يكونوا موجودين في الانديه. بالتوفيق ان شاء الله كابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكره القدم، شكرا جزيلا. كده يعني القول الفصل. الاهلي هيعمل ايه يوم السبت؟ يا رب خير ان شاء الله خير. انا مستبشر ان شاء الله خير باذن الله، مستبشر رغم صعوبه المباراه طبعا، وان نتيجه مباراه الذهاب خادعه، لكن كلنا ثقه ان شاء الله باذن الله. اكيد كلنا ثقه، اكيد ورا لعيبه النادي الاهلي دعم كبير جدا من جماهير النادي الاهلي، اكيد نفس الشكل اللي شفناه في مباراه الزمالك والقاعده الجماهيريه اللي كانت اكيد ورا نادي الزمالك، أكيد في مباراة الفاينل للنادي الأهلي لا تقل أهمية ولا تقل دعم جماهيري من جماهير النادي الأهلي. زي ما معودنا دايما، أتمنى أن يبقى فيه هدوء من اللعيبة، فيه هدوء من الجهاز الفني، اللعيبة ما تبقاش متسرعة. أعتقد خبرة اللاعبين خبرة موجودة. خبرة موجودة. موجودة بس كلهم نجوم منتخبات سواء كان هنا أو بره. الضغط الجماهيري برضو ده لازم يا كابتن يتعمل حسابه جدا من اللعيبة. أكيد هدف بدري. احنا بدأنا من ايام الكابتن خطيب في كوتوكو طبعا. كان معقل الاشنط ده كان حاجه صعبه قوي. اتفضل يا كابتن. هدف بدري للاعيبه النادي الاهلي هيفرق معاهم بشكل كبير جدا، لكن حط ايدي على نقطه مهمه جدا حضرتك قلت عليها، نتيجه خادعه. نتيجه 0-0 هناك، وارد لا قدر الله فريق الترجي يحرز هدف، هتتعامل ازاي مع الموقف ده؟ مهم تجيب هدفين، هيبقى ممكن يبقى في تسرع. دي حالات اكيد الراجل المدير الفني مستر كولر مقسم المباراه بشكل كويس، حاطط لها سيناريوهات بشكل كويس، لعيبه عندها خبرات كبيره جدا متمرسه بشكل كبير على البطوله دي. اخر اربع سنين الجيل ده محقق ثلاث بطولات افريقيا. اعتقد او اتمنى ان شاء الله البطوله ال 12 تبقى داخل النادي الاهلي ان شاء الله. كابتن عبد اللطيف، ازاي كولر يتعامل بهدوء زي ما قال كابتن احمد عادل في مباراه زي دي، وازاي يحصل في النهايه على اللقب ويتوج باللقب في ظل كلنا عارفين الاهلي هيهاجم والكره المرتده والهجمه المرتده بيجيتها جدا الفريق التونسي؟ هل كولر يلعب على مراحل، يعني قسم المباراه على مراحل، ولا وجهه نظرك تكون ازاي؟ انا رايي طبعا في اتزان. النتيجه طبعا خادعه 0-0، النتيجه خادعه طبعا. اللعب اكيد اكد على اللعيبه كلهم من عدم استقبال اي هدف. اي هدف لا قدر الله داخل في النادي الاهلي هتبقى فيه ازمه كبيره.
فبالتالي النادي الاهلي عنده من الخبرات اللي هو يقدر يتعامل مع الموقف ده. اللعيبه خبرات تقدر تتعامل مع ضغط مباراه زي دي. الجهاز طبعا متمرس واللعيبه متمرسه في حته انه وصل نهايات، اعتقد دي ثالث بطوله او ثاني بطوله على التوالي. اعتقد دي قصه الضغط الجمهور ده مش هيبقى مؤثر بشكل كبير على النادي الاهلي، لان هيبقى عامل متعود. انا شايف لان لعيبه الاهلي متعوده على النهائيات، فانا شايف يبقى لازم في صبر، لازم الاخطاء تبقى قليله قوي، لازم يعمل حسابه لهجمات مرتده للترجي هيبقى بتبقى منتهى الخطوره، لازم حسابه ليها. ما يبقاش في اندفاع دكتور، الاندفاع اللي هو ان انا لازم اكسب ولازم اجيب جون على حساب الناحيه الدفاعيه. طيب ما انا برضه عاوز اتكلم معاك، وانت كنت واحد من المهاجمين الكبار، فريق الترجي بيمتاز بصلابه دفاعه، ما سابلش اهداف يعني امام صن داونز ذهاب وعوده، حارس مرمى وقدام اسك ومميش ما شاء الله في حراسه المرمى. ازاي خط هجوم النادي الاهلي يتعامل مع خط دفاع وخط وسط نادي الترجي، وازاي يصل الى مبتغاه في احراز اهداف؟ انا شايف النادي الاهلي غير، يعني النادي الاهلي يا دكتور لما اللعيبه تبقى في حالتها اعتقد النادي الاهلي بيبقى شرس جدا في الناحيه الهجوميه، ومن العمق ومن الاطراف ومن الكرات الثابته. هو النادي الاهلي بس مشكلته الوحيده هيفتقد علي معلوم. علي معلوم انا هرجع لكابتن احمد فيه، كان مفتاح لعب كبير جدا سواء على الدفاع وهجوم او على اللعب المتحرك او اللعب الثابت. علي معلوم الضربه الثابته بتاعته كانت بتمثل خطوره كبيره جدا. علي معلوم في مباراه زي دي كان يقدر يزيد ويعمل مساحه كبيره، خاصه ان البديل اعتقد يعني بعيد بكل البعد عنه كريم، بس يعني انا اظن المباراه النهائيه زي ده دكتور لابد يكون في حد بكفاءات عالية الهجوميه. هقول لك احيانا بيتولد نجوم، مصطفى الشوبير اتولد في النهائي في حراسه المرمى، وكريم ايضا من اللاعبين الكبار اعتقد ان شاء الله وشارك في مباراه الذهاب. اعتقد يعني كمان وارد ان يلعب كوكا، او كوكا ممكن يلعب كوكا على عدلته طبعا على عدلته. والمباريات دي كابتن عبد اللطيف المباريات الكبيره محتاج ان كل واحد يلعب على عدلته. ايوه ان انا حد من اليمين بيلعب حتى لو اقل طبعا فنية. لو اقل فنيا بس هو على عدلته حافظ المكان بشكل كويس، بتقدر عندك حلول بديله. انت عارف النهارده يعني شيء بشيء يذكر في مباراه الزمالك وفيوتشر، شفنا لما لعب ابراهيم النضاي باك ليفت مش مركزه، ده راجل مهاجم مظبوط، ولكن الاختراع مش محتاجين اختراع في التشكيل صح مش محتاجين. المشكله كمان في الناحيه الدفاعيه يا دكتور علي اللي هيلعب مكان علي لا يجد الباك ليفت، فبالتالي بقى في مساحات في ظهره كبيره جدا. هل اكيد مستر كولر والجهاز وهيقدر يتعامل متفندر بقى يقدر يغطيه؟ ده يخلينا بقى قفشه ولا اكرم توفيق؟ لا انا بص يا دكتور، هنا لو هلعب كوكا كوكا عنده الحاله الدفاعيه كويسه، ممكن هنا بدي الحريه ان ما بطلبش، لان علي لما كان موجود كنت انت بتطلب من علي ومن الهاف اللي قدامه ان هما الاثنين يهاجموا، زائد ان ممكن مروان عطيه بيميل في الناحيه الهجوميه بيميل يقفل الحته دي، زائد ان اكرم توفيق الناحيه الثانيه بيميل. لكن في الحاله دي مش هيطلب من كوكا ان هو يهاجم، بس هيدي حريه لامام في الحته اللي انا اتوقع او اتمنى ان المباراه دي هيبقى فيه مساحات صغيره، المساحات الصغيره دي يلعب فيها قفشه وامام، ان انت الاثنين يلعب بتمانيتين، يلعب بمروان وممكن يلعب بقفشه ويلعب بامام، لان هم عندهم مهاره الباص، مهاره الباص مع تقفيل المساحات. عاوز ان انت تفتح اي ثغرات، عاوز اثنين مهارات زي امام وزي قفشه. ده اللي الراجل ما عملهوش الماتش يا كابتن عبد اللطيف الاولاني، ان انت دايما لما اطراف الملعب تبقى مقفوله عليك مهم جدا ان انت تغير تلعب من قلب الملعب. حتى لما نزل قفشه اخر 10 دقائق في المباراه الاولانيه الاهلي مسك كوره وبدا قفشه يتحرك في الخط اللي هو في المنطقه اللي ما بين الديفنس وما بين نص الملعب، فقفشه بيجيد التحرك ما بين الخطوط، فزائد ان امام الناس اللي كابتن اللي كوراتها عاليه في نص الملعب بتفرق مع الاداء طبعا. امام بيسدد كويس برده، كان الماتش الاولاني هتلاقي اسامه ابو علي ما جالوش كرات كتير، الراجل اتظلم في الحته دي، لكن مع وجود قفشه مع وجود امام حته اسامه ابو علي عنده السرعات ما بين الخطوط، السرو باس من قفشه السرو باس من امام هيفرق مع اداء النادي الاهلي، عشان كده بتمنى الثمانيتين اللي يلعبوا قفشه وامام. طيب زي ما قال الكابتن احمد عادل وممكن ده يحل لنا اللغز، الفجوه اللي دايما بتكون ما بين خط وسط نادي الترجي وخط دفاعه، في فجوه دايما موجوده تمام. ازاي الاهلي يستغلها؟ دي طبعا اهم شيء، يعني احنا خلينا نتكلم النادي الاهلي خطورته في الاطراف، هتلاقي بكره نادي الترجي متعود على الاتزان، الترجي متعود في ميزه عنده يا دكتور، حضرتك شفت الماتش لما خلص ما حسناش هم زعلانين، لموا بعض وجالوا مع بعض، لان الماتش صن داونز اللي قبليه طبعا ادهم ثقه ان هم بره يلعبوا بره ارضهم بشكل جيد جدا يعني. فبالتالي هم يعني هيقفلوا بشكل كويس، هيلعبوا على المرتدات. انت قلت نقطه مهمه جدا، حق المساحه اللي بين الديفندرات والمساكين دي اجد فيها امام بشكل كويس، هل قفشه هيلعب؟ التسديد مهم جدا،
خلينا نتكلم ان الجبهه اليمين اللي هتشتغل يعني في النادي الاهلي مهما حتى لو كوكا لعب يعني هتبقى الامور برضه صعبه بعض الشيء. فهو عنده صعبه ليه في كوكا؟ لان لازم برضه اللي انا التمركز الدفاعي في حاله هجوم النادي الاهلي زي ما اتكلم معاك كابتن محمد يوسف لازم اكون مركز عشان اي هجمه مرتده. مظبوط يعني ما افرحش ان انا طالع واسيب الدنيا. هم بيجودوا يا دكتور الفرقه بتجيد ودي اللي عملوه قدام صن داونز في ظل الهجوم كره مرتده خلص خلص بيها. يعني انا شايف النادي الاهلي هيتاثر بعض الشيء من ناحيه الجبهه الشمال. اعتقد لازم يبقى فيها يا دكتور مرونه من العمق ومن الطرف اليمين والطرف الشمال. وجهه نظري ان انت حضرتك اشرت النقطه يمكن المساحه اللي بين الديفندرات بس شيء بشيء طبعا الراحل الكبير الكابتن فاروق رحمه الله عليه يعني الراجل ده يعني طبعا سايب فينا كلنا والله اسف يعني الله يرحمه كان الشخصيات الجميله المحترمه. لكن اتمنى طبعا في النادي الاهلي طبعا زي ما باركنا نادي الزمالك طبعا اتمنى ان شاء الله النادي الاهلي ياخد البطوله. بحس بقى الكره المصريه يا دكتور ده وضعها الطبيعي هو حظ البطولات يعني وفي الاخر بيعود طبعا ندي ثقه لمنتخب مصر المقبل على المباراتين مهمين جدا. البطوله زي دي طبعا هترفع جدا المعنويه جدا دي مهمه يعني. في ظل غياب علي معلول كمان يعني حطينا ايدينا على قلبنا اصابه عبد المنعم ومحمد هاني لكن الحمد لله بلوا وتعافوا بس برضو في تخوف وهم بيلعبوا ممكن مع ضغط المباراه يعني ازاي الاهلي يتصرف في الموقف اللي زي ده؟ هو في تخوف عشان غياب ياسر ابراهيم. اه بالظبط يعني لو ياسر موجود كان الموضوع ماشي بسيط يعني. لكن برضو قيمه عبد المنعم الكرات الثابته قيمه عبد المنعم في تواجده حل كتير بالراسيات وبيطلع بالكوره كمان وبيطلع بالكوره كويس غير مهم. بيطلع من اللعيبه اللي بتطلع بالكوره كويس عنده سرعات حتى لو الترجي بيلعب على كونتر اتاك وسرعات عبد المنعم عنده سرعات بيقدر يقرا الباص بشكل كويس. فاعتقد ان النهارده نزول محمد هاني وعبد المنعم للتدريبات ده بيدل ان اللعيبه لا موجوده وان شاء الله لان المباريات دي محتاج ان انت تبقى سليم 100%. ايه النصيحه بقى اللي انت تقولها لخط دفاع النادي الاهلي؟ الاتزان الدفاعي تقارب الخطوط ان الكره لازم تطلع سليمه من تحت ودي اللي بيبقى منوط بيها دايما مروان عطيه ان مروان هو دايما حاله الوصل ما بين الدفاع والتلت الامامي. تقارب الخطوط يا كابتن ده مهم جدا. حته الترحيل مهمه جدا. ندافع باربعه دايما لازم يبقى موجود اربعه ورا كثافه عدديه ورا لازم دايما كل كابتن ما المساحات بقت قريبه من بعض الخطوط قريبه من بعض صعب ان حد يخترقها. فهنا تقارب الخطوط هيفرق مع ده سواء هجوميا او دفاعيا. كابتن احمد اتكلم الاخطاء تكون قليله في ماتشات كبيره زي دي طبعا الحاجات دي لا يعني الحاجه الثانيه يا دكتور عبد المنعم ساعات بتبقى ثقه زايده مش في ماتشات دي خلينا نتكلم مش عايزين نسيب الاهداف ولا نديهم ثقه. فاتمنى عبد المنعم طبعا السله الممتنع مبدا السلامه طبعا لان في برضه في ازمه انت بتلعب باك ليفت وياسر مش موجود فخط الدفاع برضه لحد ما متاثر بعض الشيء فمفيش انسجام بينهم فلابد يكون الاخطاء قليله لابد يكون الديفندر اللي هيلعب سته يكون هو اللي بيغطي ما ده اللي انا عاوز بقى اتكلم خط الوسط اللي عاوز يستحوذ على المباراه تبدا من خط النص هيكون عليه دور كبير جدا لان هو برضه بيلعب بباك ليفت مروان دوره صاحب الرئتين يعني ده الدور الاساسي اكيد مروان. لكن انا وجهه نظري النادي الاهلي هيتعامل بشكل كويس مع المباراه زي ما الكابتن احمد قال لو هدف مبكر طبعا هيهدي الدنيا خالص ويفتح مساحات بقى للترجي فبالتالي الاهلي يقدر يشتغل في المساحات دي بشكل كبير. هل ممكن نلاقي اللاعب منفي في مباراه زي ديت على مهاجمي نادي الترجي او مهاجمي النادي الاهلي من قبل المديرين الفنيين؟ بعض اللعيبه هتلاقي عليها مان يعني ممكن امام يتلعب على امام ما يدوش حريه في اللعب لان امام هو محور الاداء في غياب قفشه يعني محور الاداء اللي هو بيقدر ينقلك بشكل سريع ان هو يقدر يسدد على المرمى. لكن فريق ترجي او فرق شمال افريقيا ما بتروحش حته المان تو مان هو دايما بيقفل مساحات دايما بيقرب دايما بلوك واحد ما بيسيبش مساحات حتى لو هيهاجم بيفكروني بالدفاع في الهاند بول بيسيبه. بص يا دكتور مع المدرب ده كابتن عبد اللطيف مع المدرب ده عامل لهم شخصيه ما شفناش الترجي مدار سنين بيلعب بس شفنا سلبيه عندهم وفي ملعبهم فما بالك بقى مع الضغط بتاعنا. امام عاشور سدد كورتين او ثلاثه يا دكتور في المباراه اللي هناك فاذا التسديد بلعب بره ارضي واسدد فاكيد هنا برضو حل سحري لاحراز الاهداف طبعا هنا. ازاي نقدر ما نوصلش المباراه لركلات الترجيح كلاعب النادي الاهلي؟ هدف بدري يا دكتور. الهدف بدري هيفك لك الماتش هيفك لك المباراه لان ممكن الترجي حسب السيناريو ممكن يجي فيه هدف
واكيد الترجي هيسيب لك الاستحواذ، يعني هيسيب لك الاستحواذ ان انت تلعب في خطوط الاماميه ما تجيليش عند الماتش، بس ما تجيش وده ظهر حتى كمان في المباراه الاولانيه، ان في بعض الفترات ساب ان النادي الاهلي يضغط عليه عالي، ساب النادي الاهلي يهاجمه من ثلث الملعب، لكن هو بيلعب على الاخطاء، بيلعب على اخطاء الخصم دايما. الترجي هو ما بيفرضش اسلوب لعب على قد ما بيلعب على الاخطاء، على قد ما بيلعب الكور الثابته، الكور الطويله هو متميز بيها، الكور الثانيه اللي بتنزل الدفاعيه والهجوميه بيبقى رد فعل مش فعل، هو دايما بيستنى يشوف انت هتعمل ايه. فهو دايما رد فعل، بس رد فعل ايجابي. مش رد فعل ان هو سلبي وخلاص. ده اللي بياكده كابتن هاني لبيب طبعا، مدير الفني للبنا السابق، بيقول منورين الدنيا وضيفك الكرام. ان شاء الله الاهلي بطل افريقيا، بس الترجي في المرتدات صعب جدا، ولنا في صن داونز عبره ومثل، لابد من التركيز طوال 90 دقيقه، وخاصه نتيجه 0-0 نتيجه خادعة. يعني خادعة. خادعة جدا زي ما هو كاتب خادعة. أنا معاه في دي تمام. طيب شايف يعني المباراة ممكن تنتهي في التسعين دقيقة ولا ممكن نصل لركلات الترجيح في ظل خوف الفريقين من بعض؟ يعني أنا شايف مباراة صعبة، حلها هدف، ولكن الهدف مش شرط نجيبه بدري. يعني الهدف طول ما أنت ضاغط وبتلعب بأسلوب ضغط عالي وما شيء رقم واحد طبعا يعني، وفي نفس الوقت انت بتهدد وبتروح للجون ومفيش خطوره خالص في المرتدات علينا، فبتبقى مساله وقت. الجون يجي بقى في اي وقت توقيته ده مفيش ازمه خالص، ولكن عليك انك تسيطر وانك تبقى انت الفعل مش رد الفعل. عليك ان انت بيبقى عندك الاستحواذ، بيبقى عندك الخطوره، الكوره مش معاك بتبقى انت تاكلك تحت الفرقه كلها تحت الكوره، بتمنع اي خطوره. اعتقد النادي الاهلي قادر يحرز هدف مبكر او لغايه الدقيقه 90 زي ما عودنا يعني، فانا شايف مش بالشرط نجيب جون في اول ربع ساعه زي ما كابتن حسام النشيدي طبعا بيقول تحياتي لكابتن عبد اللطيف حبيبي والنجم احمد عادل منورين يا نجوم، وزميلنا ايضا احمد القاضي بيمس عليكم بيقول منورين الدنيا كلها، وضيوفك الكرام وان شاء الله الثانية عشر للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يا احمد. الاهلي اداه وجوده كل مصدر سعاده للجماهير المصريه. شايف المدير الفني للترجي هيتعامل مع بدايه المباراه ازاي؟ انا اعتقد ان هو هيدي الاهلي الاستحواذ في الاول، هيدي له الاستحواذ، هيلعب بلوك دفاعي، مش هيقابل من قدام، هيقابل من نص الملعب. اللعيبه كله اللعيبه هتبقى تحت الكوره، ودي دي حاجه هو بيلعب بشبه طريقه زي النادي الاهلي دايما 4-3-3، لكن هو عنده نص الملعب دفاعيا بشكل اكبر، هو بيلعب لكن حته النقل من الدفاع للهجوم دي ما بيقدرش يعتمد عليها بصفه مستمره، لكن شخص عامل للترجي شخصيه دفاعيه بيقفل مساحات دايما، حتى لو بيهاجم بمساحات صغيره تكاد تكون اللعيبه كلها في ثلث ملعب. فده الحاله التنظيميه هو ده اللي بياكد عليه مدرب الترجي، وزي ما قلت هو عامل لهم شخصيه سواء دفاعيه او هجوميه، بيركز بشكل اكبر على الكور الثابته، انه عنده حته عامل الطول والكور الثابته ومتميزين فيها بشكل كويس، بيبقى محتاج اي فاولات حوالين ال 18 ان هو يستغل ده، كره الضربات الركنيه. فاتمنى ان لعيبه النادي الاهلي في الكور الثابته يبقوا لها عامل كبير جدا، لان انا هختلف مع كابتن احمد في حاجه، هو الترجي هيقابل من نص الملعب، فبالتالي هيبقى في ضغط مان تو مان خاصه في مفتاح اللعب على الطرفين، لان المساحه صغيره، ال 10 لعيبه يبقوا تحت الكوره في نص ملعب، فبالتالي اي المسافه صغيره فهيبقى في مان تو مان هنا، فيمكن الكرات الثابته يبقى لها مفعول السحر بكره. طيب بعيدا بقى عن مباراه الاهلي بنتمنى له التوفيق ان شاء الله، النهارده تعادل الزمالك مع فيوتشر في الدوري شفته ازاي؟ انا كنت في مداخله امبارح كده وحذرت نادي الزمالك دايما مش عشان خد بطوله لا كمان يا دكتور الماتش كان قوي الماتش كان قوي، انت طالع تقيل طبعا والنهائي كان قوي، فانت طالع برده من ضغط مباراه قويه جدا، وداخل في مباراه قويه، ارهقت بدنيا وداخل في مباراه قويه، يعني ده سنة حصل نادي الزمالك ان هو داخل في مباراة قوية، دخل في مدرب قطير زي كابتن طلعت بيعرف يتعامل في المواقف دي خاصة الدفاعية، خاصة بيلعب على المرتدات. حذرنا طبعا ان اي في لعيبة بصراحة عندها كوارث، دي حقيقة في لعيبة عندها كوارث بصراحة، النهارده في لعيبة للأسف يعني مش عايز نقول التيشيرت يعني الحقيقة انت بتلعب باسم نادي الزمالك، في ناس كانت تحس انها فيها هدوء كده النهارده لكن خلينا نتكلم يا دكتور، يمكن بطولة الدوري بعيد شوية يعني عن الزمالك، خلينا نتكلم بالأرقام بعيدة. نادي الزمالك يركز على بطوله كاس مصر، يعني انا وجهه نظري مع الكونفدراليه وبطوله كاس مصر بطولتين في موسم ده شيء جيد جدا، لكن مش معنى ذلك ان هو الدوري يعني خلاص مش في الحسبان، ولكن على اللعيبه ان هم لازم يجتهدوا ويقاتلوا اكتر من كده. النهارده الاداء والنتيجه والروح ما كانتش موجوده خالص. يعني مباراه الغد هيكون ام بي مع سيراميكا كليوباترا في 7 مساء سان بطرسبورغ، وفاركو مع سموحه لقاء سكندري خالص ايضا في استاد الماكس في 7 مساء. طبعا يوم
السبت هيكون الداخليه ان شاء الله مع المقاولين العرب الساعه 6 استاد السلام، ويوم الاحد البنك الاهلي مع الاسماعيلي في استاد القاهره الدولي، وطلع الجيش مع بلديه المحله، استاد جهاز الرياضه العسكري، مودرن فيوتشر مع المصري البورسعيدي في استاد برج العرب، ويوم الاثنين تختتم لقاءات الاسبوع بيراميدز مع استاد مع الجونه، واتحاد سكندري مع الزمالك في استاد برج العرب. طبعا بيراميدز بيحتل الصداره من 21 مباراه 50 نقطه، المصري من 23 مباراه 38 نقطه، زد من 23 مباراه 37 نقطه. وبحيي الكابتن مجدي عبد العاطي جدا سنه اولى وعامل الفريق اكثر من رائع. اتحاد سكندري من 24 مباراه 36، سيراميكا كليوباترا من 22 مباراه 34، يعني فوزه في اي مباراه يخليه يعني يدخل يستحق خلاص. طبعا سموحه من 22 مباراه 34، والاهلي من 15 33، يعني كابتن احمد منافسه جديده جدا في الدوري. منافسه جديده وشكل مميز، يعني يمكن اتفق مع حضرتك جدا في موضوع زد ماشي بشكل كويس مع مجدي عبد الغاطي بتوفير الامكانيات ان هو يقدر يأدي بشكل كويس. برضه نتائج ايجابيه من نادي الاتحاد السكندري بدعم كامل من حاج محمد مصلحي ومجلس الاداره ومع كابتن طارق العشري. بتمنى طبعا مع فيوتشر كابتن طلعت مدرب قدير كبير وعمل مباراه كبيره امام نادي الزمالك. لا هنا كابتن دكتور لما بنتكلم على الفرق بنتكلم بقالنا كتير ما شفناش 6-7 فرق بينافسوا على ولا قدام. انا عايز اتكلم في جزئيه بس كده سريع عشان بلديه المحله اول سنه وهجوم غير طبيعي على احمد. لا احمد مدرب كبير وفي المركز خلينا نتكلم صابر بمجلس ادارته وده عجيب. يعني كابتن فاركو تحتيه والمقاولين اكثر امكانيات من البلديه. اتمنى الاستقرار يعني والثقه للراجل ده. البلديه وغزل المحله مع بعض في ان شاء الله. دكتور ياسر معداوي طبعا حبيبي طبعا بيمسي عليكم منورين الدنيا، وانت طبعا حبيب. دكتور ياسر منور الدنيا، واحد من الشخصيات الجميله اللي طبعا. يعني لها مكانه كبيره جدا عندنا. قبل ما انهي طبعا بتقدم بخالص العزاء للمهندس هاني ابو ريده عضو رئيس الاتحاد المصري طبعا الاسبق وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي في وفاه شقيقه اليوم، والعزاء هيكون يوم الاحد ان شاء الله في مسجد المشير. المهندس هاني طبعا بيحظى بمحبه كبيره جدا في الوسط الرياضي. كمان بنعي والده كابتن سعيد حمزه حليبي طبعا قلب الاسد حكمنا السابق في وفاه والدته تغمد الله سبحانه وتعالى بأس الرحمات. وبمزيد من الاسى والحزن ايضا انعي رحيل كابتن محمود مرشدي لجنه حكام كفر الشيخ، واحد من الشخصيات اللي كانت جميله جدا جدا ورحل في هدوء في مفاجاه. لكن دعوتنا طبعا بالرحمات لكل من غادر الحياه الى الحياه الابديه تغمدهم الله سبحانه وتعالى بأس الرحمات واسكنهم فسيح الجنات. كابتن عبد اللطيف نورتني وشرفتني وخف على المدربين اللي معاك شويه بقى يعني حبيبي يا دكتور. احنا عايزين بس احمد يبقى معانا بقى الفتره الجايه في الكوره كده. ياخد الكوره يسيبه بقى من الحته الاداريه دي شويه. شاطر احمد ونفسك بقى هو. لا لا هناخده معايا حبيبك يا حبيبي ربنا يخليك. عايزينه صحيح يبقى معانا في الكوره وانا خامه كويسه والحقيقه يعني له التوفيق ان شاء الله. كابتن احمد نورت وشرفت جدا 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 النهارده كمان. الله يبارك فيك. كابتن عمرو انور اعلن رحيله تماما عن نادي طنطا، واعتقد خلاص هو هيتولى قياده فنيه النادي وي او المصريه للاتصالات. عمل موسمين مع طنطا اكثر من رائعين وبنتمنى له التوفيق، واحد من الشخصيات الجميله جدا جدا جدا. دي كانت حلقتنا النهارده من الماتش. ان شاء الله الاهلي يوم السبت فرحنا كلنا بالحصول على المحبوبه المعشوقه دوري رابطه الابطال، وبالتوفيق ان شاء الله لنجوم النادي الاهلي. وبعد كده نقفل الصفحه ونبدا مع الكابتن حسام حسن ومنتخب مصر، المنتخب اللي احنا كلنا لازم نكون وراه. اشكركم. السبت القادم حلقه جديده مع الزميل العزيز هاني حتحوت. حتى هذا النهار دمتم في امان الله. الى اللقاء.